عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم جمعة جمعة، أقدمه فؤاد الأهدل وباستضافتنا الأستاذ اعتدال إدريس أستاذة الثقافة الإسلامية بكلية دار الحكمة من جدة. إن شاء الله تعالى راح ناخذ معكم موضوع جديد وشيق، وهو موضوع ماذا يريد الرجل من المرأة وماذا تريد المرأة من الرجل، لكن بعد ما نقرأ كلمتنا لهذا اليوم. ساعة في حياتك، لحظة في حياتك ممكن تكون نورك أو نارك، لحظة من ثانية ما تملكها لكن الله سبحانه وتعالى يقررها لك ويهديها إليك، وهو خيط رفيع ما بين الشك واليقين بالله سبحانه وتعالى. كلنا تهاجمنا الهموم والأحزان من كل مكان فتثقل علينا أنفسنا، ويجد الشيطان مدخله على قلب المؤمن النير فيوسوس له من الوساوس ما يضعف يقينه بخالقه وفاطر السماوات والأرض. إلا أنك أخي المؤمن بإيمانك بإمكانك أيضا أن تسيطر على وساوسك وتقلب الأمور وتجعلها في صالحك. قد ورد في الأثر أن أبا بكر خطب الناس فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الناس لم يعطوا في الدنيا خيرا من اليقين والمعافاة، فسلوهما الله عز وجل. وعن عمر قال: إن أبا بكر خطبنا فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا عام أول فقال: ألا إنه لم يقسم بين الناس شيء أفضل من المعافاة بعد اليقين، ألا إن الصدق والبر في الجنة، ألا إن الكذب والفجور في النار. نعم، تستطيع أن تسأل المولى عز وجل اليقين به سبحانه وبأمره وقضائه وفضله وإحسانه فتحسن الظن به، كما ورد في الحديث: فاليقين شعبة عظيمة من شعب الإيمان وصفة من صفات أهل التقوى والإحسان. قال البيهقي: اليقين هو سكون القلب عند العمل بما صدق به القلب، فالقلب مطمئن ليس فيه تخويف من الشيطان ولا يؤثر فيه تخوف، فالقلب ساكن آمن لا يخاف شيئا من الدنيا قليلا ولا كثيرا. وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: لا يتم صلاح العبد في الدارين إلا باليقين والعافية، فاليقين يدفع عنه عقوبات الآخرة والعافية تدفع عنه أمراض الدنيا من قلبه وبدنه. وقال صاحب الظلال: والذي يجد راحة اليقين في قلبه يجد في الآيات مصداق يقينه ويجد فيها طمأنينة ضميره، فالآيات لا تنشئ اليقين، إنما اليقين هو الذي يدرك دلالتها ويطمئن إلى حقيقتها ويهيئ القلوب للتلقي الواصل الصحيح. هذه الدرجة من الصلة بالله سبحانه وتعالى وحسن التوكل عليه والرضا والتسليم بأمره وعدم تعلق القلب بغير الله، واليقين بأن ما عند الله باق وأنه هو خير وأبقى. اليقين عندما تضع نصب عينيك مسألتك وقد رفعت يديك مبتهلا متوددا وعزمت في أمورك وأنت على يقين بأن تلك الدعوات وتلك الابتهالات ستجد من الله الجواب، فقد وعد المجيب الكريم فقال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. تدعو يقينا أن كل دعوة لن تذهب سدى، يقينك بالله حين تظلم في أمر ويغلب عليك أمرك ويساء بك وأنت وحدك بين الناس، لكنك
لست وحدك عند الله سبحانه. فتبث شكواك وهمك إلى من ينصر المظلوم ولو كان فاسقا فاجرا. يقينك حين يمرض لك أقرب أهلك وسبب جنتك ونارك والداك، وأنت في عسر من حالك، لكنك ترفع مسألتك وتوكلها إلى من كان حبله وثيقا وهو السميع العليم. يقينك حينما يحول بك الأمر فلا تعلم ماذا تفعل وتحتار به، فترفع يديك في الثلث الأخير من الليل مستخيرا مرددا حديث النبي صلى الله عليه وسلم القدسي الذي قال فيه الله سبحانه وتعالى: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر، فيبعث في ذلك في قلبك اليقين. حين تشتد عليك غربتك فأنت وحيد لا ناصر لك ولا أنيس ولا من يثق بك أو تثق به، لكنك تعلم أن الله بجوارك وهو يعلم أنك أتيته مخلصا، فترتاح وتشتاق إلى الصلاة وتأنس إلى ذكره وأنت في يقين من رعاية الله بك وحفظه لك. يقينك حينما يصيبك المكروه فتسلم أمرك وتردد: قدر الله وما شاء فعل. ولسان حالك قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يقينك بها حين تعزم في أمورك وتقوم بالأسباب وتترك الباقي لمصرف الأمور ومدبرها سبحانه وتعالى. وأنت تستذكر قول الشاعر: توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وما يكون من رزقي فليس يفوتني، ولو كان في قاع البحار العوامق، سيأتي به الله العظيم بفضله، ولو لم يكن مني اللسان بناطقي، سيأتي به الله العظيم بفضله، ولو لم يكن مني اللسان بناطقي، ففي أي شيء تذهب النفس حسرة، وقد قسم الرحمن رزق الخلائق. مستمعينا، نخرج معكم لدعاء خفيف إن شاء الله تعالى نستبشر به، فخلوكم معنا إن شاء الله وراجعين على طول. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ولك الملك كله، وبيدك الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، فإن لم يكن بيننا محسن فهبنا جميعا لسعة عفوك وجودك يا كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، صغيرها وكبيرها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحجب الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، اغفر لنا الذنوب التي تبدل النعم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم،
برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا من المسلمين إلا رحمته. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا قريب مجيب الدعوات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم مجددا في برنامجنا جمعة الجمعة، معكم فؤاد الأهدل وباستضافتنا أستاذ اعتدال إدريس، أستاذة الثقافة الإسلامية بكلية دار الحكمة بجدة. طبعا اليوم أولا في بداية البرنامج أرحب بالأستاذ اعتدال إدريس. حياك الله أستاذ اعتدال. أهلا وسهلا فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يجعل هذه الجمعة جمعة مباركة علينا وعلى المسلمين يا رب، وفيها النصر والتمكين لكل من إيش في يعني في ضائقة. آمين إن شاء الله، ونسأل الله نسأل الله لهم النصر إن شاء الله تعالى، وأنه الله يفرج على جميع المسلمين أمرهم إن شاء الله. أيضا مستمعين الكرام، اليوم راح يكون موضوعنا زي ما قلنا لكم موضوع شيق، ماذا يريد الرجل من المرأة وماذا تريد المرأة من الرجل؟ مش هنخلص أبدا. إيش تبغى الحرمة من الرجال وإيش تبغى الرجال من الحرمة من النهاية. طبعا نذكر بأرقام التواصل على STC 8477 موبايل 640660 وزين 746262، والاتصالات إن شاء الله راح نأخذها إن شاء الله في المنتصف أو الربع الأخير من البرنامج إن شاء الله تعالى. بالنسبة لحلقة الأسبوع الماضي راح نقرأ بعض الرسائل اللي ما قدرنا نقرأها في الأسبوع الماضي سادة اعتدال. طيب تفضل. نستأذنك. نعم. طيب، من الرسائل اللي وصلتنا مرسلة تقول أنا عمري 20 سنة وتقدم لي واحد واستخرت ولين اليوم بستخير، وبعد الشوف صرنا نتكلم ومرة مقتنعين، بس أهلي رافضين لسبب تافه هو أنه مو حلو وطويل جدا، وأنا ماني عارفة إيش أسوي، صرت أحاول أتهرب وأخلق أسباب تافهة عشان ما أبغى أجرحه. هذه واحدة من الرسائل. كمان أنا زوجتي يقول، مرسل يقول على كثر غلطاتها، أبو عيد حيا الله أبو عيد، يقول على كثر غلطاتها معايا بعد الزواج إلى اليوم لمدة 12 سنة لا يمكن أنها تعتذر أو تتأسف، لأنها تشوف الاعتذار كسر لقيمتها، وأنا تعبت من هذا الحال. طيب أيضا مرسل يقول دكتورة أنا زوجي يخونني مع الشغالات لدرجة أني ما أجيبهم للبيت مع أني ما قصرت معاهم من أي ناحية، وهو عارف أني بموت فيه، وزواجنا كان عن حب. المرسلة أم أيمن. طيب كمان مرسل يقول أنا أبغى أتزوج من السيار عشان ما أقع في الحرام مع أن عمري 22، ما أدري إن كان يبغى استشارة أو نصيحة. طيب أيضا أنا رجل أكرمني الله بزوجتي وإلى أبعد حد، وللأسف يقول صدمت بسوء المعاملة، وأنا عندي القدرة على الطلاق والضرب لكن أخلاقي ما تسمح بذلك، والسبب عدم رضا زوجتي بواقعها لدرجة أنها تفقد أعصابها في أتفه شيء، وهذا ما ترتب عليه سواء يعني الحالة النفسية لأولادي وكذا. المرسل أبو سلطان. أيضا من الرسائل اللي وردت،
طبعا في رسائل طلبوا أرقام أستاذة دل، فإن شاء الله تعالى إذا ما تواصل معهم كنترول الأسبوع الماضي نوعدهم إن شاء الله اليوم. نعم. مرسلة تقول: هل أطلب الطلاق من زوجي اللي تزوج علي بعد 20 سنة علما بأنه مقصر معايا في الفراش والمصاريف؟ طيب أيضا مرسل يقول: نحبك يا دكتورة في الله وما شاء الله عليك، الله يزيدك حكمة وعلم إن شاء الله. أنا حاب أتزوج زوجة ثانية مع أن زوجتي يشهد الله أنها مو مقصرة في شيء، بس أنا الحمد لله عندي القدرة الصحية والمادية والنفسية ومستعد تحمل مسؤولية بيت ثاني. ما أدري، أظن مرينا على قرأنا. نعم. يمكن إلين هنا أستاذ اعتدال. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ووفقنا يا رب إلى ما تحبه وترضى. آمين. بالنسبة لبنتنا اللي بتقول عمرها 20 سنة وجاهز زوج، هذا حجتهم أنه طويل جدا ورفضوه من الأهل يعني. وطبعا ما عارف إيش تقول له يعني. طب أساسا أنا بدي أقول لك شيء، شوفي سبحان العظيم، إحنا ليش بناخد الاستخارة؟ الاستخارة يفضل إنسان يستخير ليل على نهار بالنسبة للزواج، يستخير طول الوقت. قد يكون لها خير أو قد يكون ما في خير. طبعا الاستخارة الاستخارة فيها هنا إنه إما إنه يكون إنسان طيب فالموضوع يمشي مزبوط معاك، أو إنه ما يكون في لك خير، قد يكون هو طيب وإنت طيبة لكن ما سبحان العظيم ما يصير توفيق بينكم. أولا أنت ما أنت مطالبة، أنت ما أنت مطالبة إنك أنت تردي عليه، ولا أنت مطالبة إنك أنت تقولي لهم أنا موافقة، إنك أنت تقولي له موافقة ولا ما أنا موافقة. فقد يكون سبحان الله العظيم رفض أهلك هو من الاستخارة، هو من الخير ليكي، قد يكون لسبب تافه أنت ما أنت مقتنعة فيه. إذا أكثرت من الاستخارة طول الوقت تستخيري ليل على نهار وفي كل الفروض تستخيري، فهنا وأهلك رفضوه بحجة أنه هو طويل، قد يكون مش عشان سبب أنه هو طويل، قد يكون الله سبحانه وتعالى اختار لك ما في الخير وما هو لك خير لك أنت تتزوجي ده الشخص، مش عشانه سيء يعني. لا يقصد الرفض أنه الإنسان أي أحدهما سيء، قد يكون الاثنين كويسين بس اجتماعهم ما هو مع بعض ما يكون خير ليهم. فأنت ما أنت مطالبة أنك تردي عليه، ولا أنت مطالبة تقولي له كده. يا ستي من البداية من قصيرها والله أهلي حيردوا عليك، خلاص أترك أهلك هم اللي يأخذوا الموضوع وحط الكرة في ملعبهم يعني. لا تحطي أنت نفسك في وش المدفع وأنك أنت تردي وتصير أنت المحرجة، لا أهلك هم اللي يردوا، أنت إيش لك دخل تردي؟ مش أنت اللي يعني مش أنت اللي حتجي تقول لهم خلي رجالكم يتقدموا ولا خلي ده، سيبي أهلك هم يتصرفوا معهم. ابننا هذا اللي بيقول انه بعد 12 سنة وهي ما هي راضية تعتذر، يعني عادة انا اللي اعرفه انه الرجال هم اللي ما اعتذروا مش النساء يعني، لكن قد تكون لكل قاعدة ايش شواذ يعني. يمكن هذه الانسانة سبحان الله العظيم يعني يمكن فيها اشياء طيبة بس هذا العيب اللي فيها، فانت حاول تكيف نفسك مع ذا الموضوع. اذا والله حصل شيء موضوع مثلا معين او شيء وحبرت لك عن الاعتذار حقها بتصرف معين، بمثلا دلعتك سلمت على راسك من غير ما تقول لك اسفه، يا اخي خلاص اقبلها. صح، ما فيش داعي ان لازم تسمع كلمه يعني. لا مؤاخذه انا دائما اقول للبنات عندي ما فيش داعي انك انت تسمع كلمه اسف من الرجل، قد يكون الرجل يعبر عن أسفه بطريقة ثانية، بطريقة هيا قوم نخرج مثلا، يعزمها على مطعم، يكلمها، هو اعتبر أنه هذا اعتذار. نعم. يمكن حرمتك اعتبرت نفسها هي إيش انقلبت الآية معها وصارت هي زي الرجال اللي ما تقدر تقول إيش أنا آسفة. فإذا إيه والله بتعبر لك عن اعتذارها بأشياء ثانية فأقبل الاعتذار، ملازم تسمع كلمة أنا آسفة منها. طيب. بالنسبة لبنتنا هذه اللي بتقول إنه زوجها يخونها والعياذ بالله، مع الشغالات يعني أنا ما بقول الشغالات ما هم أوادم، هم بشر بس يعني سبحان الله العظيم الإنسان اللي يكون قدامه الحلال ويتركه للحرام هذه مصيبة، هذه مصيبة، معناته إنه في انطماس والعياذ بالله في فطرته يعني. هذا الراجل ما حيشبع الحلال أبدا، ما يعيش غير بالحرام، فأنت أبصر بنفسك. طيب إذا أنت تحس أنك أنت تقدر تعيشي معاه وتتحمل خياناته
بسبب انك انت ما تقدر ترجع بيت اهلك او عندك بزورة وعندك اطفال ما تبي تخرج ببيتك، اعتبري ده الانسان، حطي على اكس كده طيب، وشوفي كيف تقدر تتعاملي معه. اول شيء قد مكون يعني احنا مثلا نقول انه بيخوم على الشغالات، وهي بتقول انه انا يتهيأ لك اني سمعت انه هو بتقول انها ما قصرت معاه في شيء وبتتزين له وبتتزبط له. طب يعني ايش السبب اللي مخليه يروح مع شغالات؟ مظن حابين بعض يعني، تزوجوا عن حب. تزوجوا عن حب ايوه يعني، فماني عارف ايش السبب فيه. اللي قد يكون انتماص في الفطرة، فانت ادرى وابخس بحياتك وادرى بنفسك، تحب تستمري معاه الله يكون في عونك واستمري معاه. تقولي واه والله ما عاد اقدر استمر مع خياناته ولا اقدر اتحمله، فالعمر عائد ليك انك انت ترجعي لبيت اهلك وتطلقي منه. هذا ابننا اللي بده يقول اتزوج مسيار وعمره 22 سنة عشان ما يوقع في الحرام. شوفوا يا احبابي يا اولادي الله يسعدكم. اول شيء عشان الانسان ما يقع في الحرام يجب ان يبتعد عن المثيرات والمغريات اللي حوالينه. هذا الأساس. هذا الأساس. يعني إيش أقول لك؟ طبعًا ما حقول لك والله أمسك قفل عينك ولا قفل أذانيك، استحالة يعني، أدفن نفسك تحت الأرض أحسن لك. لكن إيش؟ مثلًا الأشياء اللي تثير الغرائز، الأغاني اللي كلها تعيش الإنسان في الحب واللي بيجيبوهم والفيديو كليبات اللي معاه وبترقصوا ويقعد تخيلها وتتخيل، ودي كلها إثارة مشاعر. يعني بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة. يعني دائما تتخيل والله انه زعل منها وزعلت منه وراح يصالحها وجري في البحر وطري وما انا عارفه، كلام فاضي ده اللي بيسووه. فهذه كلها والكلمات حقت اغاني الحب وما انا عارفه تثير المشاعر. افضل انك انت تبتعد عنها، يعني قلل، انا ما بقول لك اقطعها تماما، قلل قدر الامكان منها، استبدلها باي شيء تاني. تقدر تحط مثلا اخبار، تقدر تحط برامج، يعني ما مو شرط اقول لك انا شيء دينيه ولا قران ولا شيء، انت ابخس بنفسك وانت ادرى بنفسك. لكن لما إذا ما إنك تجيب كاسة مليانة حبر تبى تفضيها، لما حتفضيها حيكون فيها بقايا وحتحط فيها بدالها شيء تاني، فلازم تغسلها أول مرة. فإذا إذا أنت تبى قلبك فعلا سليم ما تقع في الحرام، فضي اللي حوالينك يا ابني. صحيح. أترك المثيرات اللي هنا، أشغل نفسك بالرياضة، ألين نهد حيل الواحد يعني ساعتها إيش يكون حتى الرغبة الجنسية عنده بتقل. ليش؟ لأنه أخرج أخرج الطاقة اللي عنده. طالما أنت قاعد في البيت وقاعد سهران ولا نايم وبتنام وتتفرج على دي الأشياء، بالتأكيد الواحد حيكون نفسه إيش يعني، سبحان الله. أشتغل في الرياضة مثلا، يعني سوي تمارين رياضية، عليك بالصيام. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الصوم إيش يعني وجاء؟ الصوم يقفل مجاري الشهوة. فيبني صوم يوم بعد يوم، صوم اثنين وخميس، خفف على الأقل الأكل المثير للشهوات ومن عارف هذه الأشياء، خفف منها. إذا خففت من هذه وبرضك ما زلت بتحس إنك أنت يعني تبغى تتزوج، تعال خلينا نتناقش معك، ليش تتزوج مسيار؟ طب إيش يعني كلمة مسيار؟ مسيار يعني إن هي تتنازل عن حقوقها وتتنازل عن إنها إنك أنت تجيها ما تبعت عندها من عارف إيه، بس عشان قضاء شهوة، وانت تطلق عليها بالإيش؟ بالمعنى انه والله قضاء شهوة. طيب بس بدل ما كانت حرام صارت حلال. طب مين اللي تبغى ترضى بالله انه تبغى تتزوجها بهذه الطريقة؟ ما حد تشتهي بأطفال، ما حد تشتهي ما انا عارفة ايه. ممكن تخطب، ممكن طيب قول لأهلك اخطبولي، قول لأهلك اتزوج. قد يكون في عائلة في عوائل كثير والله يبغوا يشتروا الرجال، أتقدم والله يسهل عليك. طيب لكن حكاية أنك تقول مسيار معناته أنك أنت بس حق قضاء شهوة وماشي. يعني حتى نحس حكاية المسيار امتهان لكرامة المرأة. يعني اللي ترضى مسيار ما ترضى بيه، المفروض ما ترضى بيه غير لظروف قاهرة، هي أنها مثلا مطلقة عندها أطفال، ما تبي تنشغل بزوج طول النهار قاعد على قلبها يغتها، تبي تجي تلاقي رجال يطلطل عليهم، أي نعم أرملة مثلا زي كده. أما حكاية واحدة تكون عادية وهذا وتتزوج لواحد والله وتتنازل عن حقوقها وبعد كده تقعد تقول ليش ما جاني وليش ما أنا عارفة، ما أنت اللي جبتين نفسك هذه يا بنتي. هذا أبو سلطان اللي يقول إنه مرته تفقد أعصابها عند أتفه شيء، وعند هذا يجب إنك أنت تتكلم معها بصراحة وتقول لها إيش أقعد معها. قد يكون يبني في أشياء انت بتسويها ما انت حاسس عنها،
تكون جايبت لها العصبي ومخليتها معصبة. ممكن صح. وتكون بعض الأحيان بينكم تراكمات، التراكمات هذه إذا ما انحلت أول بأول تكون زي إيش؟ زي البرميل اللي تعبي 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 فيه، بعد كده تيجي أتفه مشكلة حتلاقيه فاض. أيه. البرميل انكب وحتقول عصبية وهذا. طب أنت أساسا ما فرقت البرميل من البداية؟ فلو هنا جول اثنين مع بعض، أجلس معاها وتحاور معاها وأبدأ بذكائك أعرف إيش الشيء اللي مخليها معصبة. ما تعصب على الفاضي والمليان. قد تكون مثلا تقول والله أنا ممتاز معاهم وفر لها كل أمور، قد تكون بتستعمل حبوب منع حمل، الحبوب منع الحمل جاي موتر هرموناتها. طيب فلازم تشوف إيش السبب. إذا والله تكراحت كل الأسباب وهي طبيعتها كده، أبدأ أتكلم معاها بصراحة أنه ده الأمر يزعجني وأنا ما أحب كده أنك أنت تتعاملي معايا بالطريقة، تكون حازم شوية، خليها هي تبدأ تقرأ مثلا في النت، تشوف دورات كيف تحكم في الأعصاب، حتى على الأقل تعيش تكمل حياتكم إن شاء الله مع بعض. نعم. بالنسبة البنت أنا اللي بتقول دي، بعد 20 سنة أتزوج زوجها عليها وهو أساسا مقصر معاها وما ينفق عليهم وأشياء وهذا، سبحان العظيم هو طبعا هو آثم إذا هو مقصر معاكي، وراح أتزوج واحدة تانية وهالله يعلم هل حيوفي في البيت الأول أو ما حيوفي في البيت هذا. حتقولي لي أطلب الطلاق؟ أنا حقولك أنت أدرى بنفسك، إذا عندك أطفال لما حتطلقي؟ مش يعني حتهجول الأطفال صح. إذا عندك أولاد يعني 20 سنة أنا متوقع أنه أولادك بيكونوا كبار، يعني فين حيروحوا؟ أقرب واحد فيه ممكن يكون في الثانوي، أنا متوقع هذا الشيء. طيب وفي غير الشيء الصغير، طب هل تتوقع أنت أنك أنت لما تتطلقي حيرتاحوا الأولاد؟ شوفي حبيبتي هذا ابتلاء من الله، ابتلاء جاك من الله، ربنا بده يرفع درجتك، اصبري واحتسبي. الطلاق والله ما أعتقد أنه حل. يعني تبي تتطلقي هل تعتقد أنه هو دي الراحة ليكي؟ هل تعتقد فعلا انك انت لما تتطلق بعد 20 سنة وبعد ما صبرتي ومعاكي حق؟ يعني انا ما حقول لك لا والله اصبري واحتسبي والكلام المثال اللي مرة، ما حقول لك هو، لكن انا بقول لك انت عن نفسك ادرى، انت حيهون عليك اولادك؟ اذا ما حيهون عليك اقول لك اصبري واحتسبي. لكن ما حقدر اقول لك والزوج له الحق في ذلك، هذا كلام ما هو منطقي. انا بقول لك بنتي او اختي بالاحرى، مالك غير انك انت تقرر وتشوفي. اذا والله اولادك حيتبهدلوا وحيتعبوا فاعتبري انتهى من حياتك. الله يسلمك. وقولي حياتي دي اللي ماضي يا رب نحتسبها عندك، وهذا يا رب ابتلاء جاني من عندك قد يقربك الله منه اكثر. ما ادراكي قد يتغير ده الانسان، قد يعوضك ربنا خير في اولادك. اما تقولي اتطلق حتروحي فين وهل حترتاحي؟ صدقيني مشاكل حتيجي بعدها أكثر. لو جاء ولدك بده يخطب بعد كده، مين اللي حيجي يخطبه له؟ يخطب له أبوه ولا أمه؟ وطلاق والأولاد هم اللي ضيعوا. اللي صبرك 20 سنة صبرك صبرك الباقي. فأنا أتهيأ لي يعني أقول لك اصبري واحتسبي وأبدأ ألجأ لله سبحانه وتعالى. لجوئك لله، بكاك بين يدي الله، في السجود، في كل شيء، والله ربنا حيبدلك حلاوة في قلبك أكثر مما كان ده الراجل لو كان معاكي. أنت بتقول اللي بعده اللي بيقول اللي بغى يتزوج زوجة تانية أظن حليناها، وهذا والله يكون في عونه وولاد لا تجيب على نفسك أبواب إيش تانية. طيب في أسئلة تانية ولا في اليوم صراحة جات لحقت يعني ما شاء الله على طول جانا ما شاء الله. إيش خير إن شاء الله. مرسلة تقول مشكلتي إني ما أحب الزواج، لكن الحمد لله صاينة كرامتي، لكن في بعض الشيوخ يقولون الزواج يجوز للي يقدر عليه واللي يخاف الحرام. تسأل هل أنا إذا ما تزوجت وكبرت هل راح يصير عواقب؟ يصير لي عواقب معينة، علما أني ما أحب الزواج علشان أنا وحيدة أمي يعني وأبر بأمي وكذا، وعلشان أخدم أمي وساعدها في البيت وكبيرة الأخوان وكذا. طيب والله شوف يا بنت، يعني هو أنا بقول لي لبناتي إذا ما جاك اللي يحرز أقعد في بيت أهلك أحسن لك. الزواج ليس هو الأساس. طيب هو صح من الفطرة، والواحد سبحان الله العظيم كيف يعني يصون نفسه، والعاطفة عند الأمومة، عاطفة الأمومة ومن الأشياء، هذا الكلام اللي فيها كثير. بس أنت أدرى بنفسك إذا ما جاك الإنسان المتفهم اللي يفهمك
واللي تحس إن هو إنسان الطيب الراقي هذا مو أي واحد توافق عليه. إذا جاك الإنسان الطيب توكلي على الله. أما حكاية ما حب الزواج يعني يمكن عشان الواحد بيسمع مشاكل كثيرة وهذا متخوف، ترى الدنيا كلها مشاكل. شوف أنا بقول لك إيش، كل مرحلة ليها محاسنها وليها مساوئها. يعني مثلا لما أنت أو أنت أي واحد أي هذا تكونوا خاليين ما عندكم مسؤولية زواج أو شيء، البنت بتقول والله أنا ماني مسؤولة عن شيء وأنا فاضية وحرة نفسي وقاعدة على راحتي أقوم وأنام وأنا ماني مسؤول عن أي شيء. نعم. هذا من المحاسن دي المرحلة. الشاب نفس الشيء يقول والله أروح وأدخل وأجي على كيفي لكن ماني مسؤول عن أحد ولا نطالب أصرف على أحد ولا في وجع القلب حق البزورة وحق الزوجة وشايف المتزوجين قدامي أقول لا أريح لي أقعد بدون زواج. هذه ليها محاسنها دي المرحلة. صح. طيب إيش مساوئها؟ أولا أنت عندك عاطفة وهو عنده عاطفة، أنت يا ابني عندك عاطفة جياشة وعندك يعني زي ما تقول إيش مشاعر وعندك رغبة جنسية، وهذه رغبة وضعها الله في الرجل في فطرة مفطور عليها. طب هتشبع الرغبة دي كيف؟ هتشبعها بالحرام؟ نقول لك ما يجوز. والله عندك إمكانية تمسك نفسك، أنت أدرى، بس في نفس الوقت محتاج أنت لحنان الأبوة، لحنان أنت محتاج لحنان الأمومة، محتاجين ده. لكن سبحان الله العظيم نفترض بأنه في واحدة ما جاها نصيبها ما تزوجت، نقول لها خلاص حياتك انتهت؟ لا لا طبعا صحيح، ممكن تعيش حياتها. فأنت إذا جاكي ابن الحلال الطيب استخيري وتوكل على الله. طيب نبدأ في موضوعنا وبعدين نأخذ بقية الأسئلة. بس نذكر بالأرقام على الاسمس على الاستيسي 847700 موبايل 640660 وزين 746262 مستقبلين استفساراتكم وأي شيء عندكم تسألون الأستاذ اعتدال إدريس أستاذ الثقافة الإسلامية كلية دار الحكمة بجدة. نبدأ في موضوعنا، ماذا يريد الرجل من المرأة وماذا تريد المرأة من الرجل؟ ماذا طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول شيء إحنا نبغى نتكلم دي المرة للنساء. طيب نبدأ بالنساء شايف يعني ديك المرة تسلم يا ابني، المرة الماضية أدينا الرجال أول مرة وبعدين النساء الحين، أو ترى حندخل في الموضوعين كلها مع بعض. أول شيء المرأة تبغى من الرجل إنه يعني أساسا تبغى منه إنه يحبها. جميل. تبغى الحب، تقدير، تبغى من الرجل إنه يحبها يقدرها يفهمها. طيب فإحنا نبغى نشوف كيف حنمشي خطوة خطوة مع هذه الأشياء. أول شيء الرغبة من المرأة أنها تحبه، والمرأة تبغى من الرجل أنه يحبها. هذا مرة مهم أنه المرأة تحس بإيش، بشيء اللي إملى مشاعرها اللي إملى أحاسيسها. هي عايشة سبحان الله العظيم في جو رومانسي حوالينها، هي عندها عاطفة جياشة، هي نهر من العطاء، هي نهر من العاطفة، فتبغى اللي يشبعها. ممكن تعطي المرأة إذا حست بحب الرجل ليها ممكن تعطيه أكثر مما يتوقع. طيب بس تحس إنه هو يحبها فعلا ويقدرها. جميل. تحس إنه هو يفهمها، يحاول قدر الإمكان يفهمها، ما يتعامل معها كأنها رجل، يفهم نفسيتها، يفهم ضغوطها، يفهم أحوالها، يكون يعني فاهم معاها هذا حياتها. المرأة تبغى من الرجل اللي يتحاور معاها، يتكلم معاها، تقدر تفضفض له، تقدر تتكلم له، تقول له هي محتاجة إيش، هي متضايقة من إيش. هذه أشياء تبغاها المرأة. طبعا أنا حدخل في نفس الوقت يعني ما حمشي إنه والله إيش تبغى إيش ما تبغى، حدخل في الاثنين. الحوار ترى جدا مهم بين الزوجين لأنه يزيد الود بينهم، يشتركوا الاثنين في شيء مشترك، يعني يناقشوا شيء معين، تفهموا يفهمها، يعرف إيش الأخطاء اللي في حياتهم، هي تعرف إيش الأخطاء، يعرف هو إيش يبغى وهي إيش تبغى بالضبط. يعني أفضل شيء من بداية حياتكم الزوجية يا أبناء يا بناتي من أيام الخطوبة من أيام الملكة، وضح لها أنت إيش تبغى، توضح لها أنت إيش تبغى بدون مثاليات. مو والله تبغى المرأة اللي وإلي وإلي وتحط أشياء مثالية، وهي تبغى الرجل اللي فيه واللي فيه أشياء تعيشوا فين، في المريخ ولا في القمر ولا فين. لا، كونوا واقعيين علشان لما تبدأوا تمارسوا حياتكم مع بعض وتعيشوا حياتكم الزوجية تكونوا أنتم على أرض الواقع.
نفس الشيء لا يجي يقول لها والله أنا مرة أقدر المرأة وأنا أحب أسافر وأنا أسوي من أعرف إيه وأنا يعطيها وعود يعني زي ما تقول يطلعها السماء وما يقدر يسوي ما يقدر يسويها. طب أنت من الأساس من البداية ألزمت نفسك بأشياء أنت ما تقدر تسويها وتجي بعدين بعد الزواج تقول لك لا أنت قلت لي بدي الطريقة. وخلي بالكم يا معشر الرجال ترى شوف عندنا إحنا النساء تمسكك من لسانك تمسكك من لسانك انتبه على لسانك لو سمحت وانتبه لا تقعد تسوي نفسك عنتر زمانك طيب وأبو العريف اللي فاهم كل حاجة ما شاء الله عليك طيب وتقول والله أنا أقدر المرأة وأنا أبغى وأنا ما عمري قلت ولا كلمة وأحترمها وأرتب بيتي وتحط نفسك ما شاء الله الشيء اللي ما حصل وبعد الزواج تكتشف إنه الكلام صح. ما أقول إنه كله خطأ لا بس في مبالغات بعدها حتمسكك الله يكون في عونك حتجي تقول لك انت قلت في قبل ايش بغيت غيرت ما يا ما الملكة كنت بتقول كده اصلا عيشتها في السماء ومسكتها السحب وتجي بعدين تنزلها البدرون مشكلة صح. لا من البداية خليك واقعي لو بعد الزواج اتصرفت اشياء افضل مما انت قلتها حتشوفها انه مرة رائع منك انك انت اعطيتها افضل مما توقعت جميل. اما انك انت تحطها فوق في العالي وتعطيها توقعات عالية بعد كده تنزلها البدرام لا ما ينفع خليها قاعدة في الدور الوسطاني وبعدين طلعها في السطوح مي مشكلة تحس انه هي ايش ارتفعت معك واعتقد انه يعني فهمون ايش معنى السطوح والدور والبدرام وهذا طيب فاذا الحوار مرة مهم. المرأة ما تحب الرجل اللي يكون يغضب بسرعة ويعصب بسرعة ترى في كلتا الحالتين لا الرجل يحب العصبية ولا المرأة تحب العصبية ولا تحب الغضب إنك تغضب لأتفه شيء وهي تغضب لأتفه حاجة. عشان كده لازم تتفقوا مع بعض إيش الأشياء اللي أنت تبغاها وإيش الأشياء اللي أنت تبغيها إيش الأشياء اللي تزعلك وإيش الأشياء اللي تزعلها. يا ابني أنت تكون جاي من بيت أهلك أتربيت مثلا نفترض 25 سنة 26 سنة أتربيت على شيء معين ما يعجبك ده ويعجبك ده. في بعض الشباب ليهم صفات معينة مثلا بعض هذا يحصب بسرعة بعض الشباب يقول لك مثلا ما حب اللي تزن علي ما حب لما أقول لها لا تفضل تزن وتفضل تلح عليها تتركني فترة وأنا أرجع لها بعد كده من البداية أقول لها ده إنك أنت طبيعتك بالطريقة على الأقل تعرف إيش اللي يعصبك وإيش اللي ما يعصبك. هي نفس الشيء ممكن تجي تقول لك شوف أنا ما أحب اللي يجي يقول لي أنت غلطانة وأنتي 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 هعاند معك وسوي كده لكن قولها بأسلوب حلو أنا حتقبلها منك يصير أنت تعرف كيف تتعامل معها صحيح. فلما تكون أنت ولفت على أشياء معينة وأنتي ولفتي على أشياء معينة يجب أنك أنت كل واحد يخبر الطرف الثاني بالأشياء اللي هو ولف عليها على أشياء مش معنات ولفت عليها تفضل تقول أنا لا طول عمري كده لا حبيبتي لا حبيبي غيروا نفسكم أنتوا الاثنين حاولوا تغيروا نفسكم بس على الأقل علشان ما يصدم هو ولا هي تصدم يعني يا أبنائي وبناتي لا تفكروا الحياة الزوجية أنه والله من سنة سنتين حيتغير معاك لا ده الحياة بغي لها صبر يا أولادي ويا بنات الحياة بغي لها صبر علشان تفهمي زوجك وعشان يفهمك إن بغي لكم صبر تصبروا عشان مو على طول لا هو مو طيب وهي مي طيبة والله حتاخدوا سنين طويلة عشان تفهموا بعض. المهم تكون عندكم الرغبة في البقاء مع بعض والرغبة في استمرار الحياة مع بعض والرغبة في التغيير. كل واحد يحاول يغير نفسه ما يجي يقول لا والله أنا ولفت على أهلك عند أهلي كده ولا ولفت عند أهلك كده لا. حتى لو صار خلاف بينكم ما يأثر على الحب يعني حتى تجي بتزعلي منه ازعل منك ما يجي يقولك أنت فيك وأنت فيك لا خلو التصرف هو المزعج مش الشخص. لا تحطوا التصرف وتبنوه على الشخص نفس الشخص نعم يعني مثلا ما أجي أقول لك أنت فيك وأنت فيك وأنت فيك إنك. أيوة شايف يعني مثلا تصير ساعتها تتاخد يعني واحد كرامته تنجح عليه صحيح شايف مثلا حصل موقف بين الاثنين طيب ما يجي تجي تقول له أساسا أنت ما تفهمني وأنت ما نعرف إيه وأنت ما أدري إيش وأنت طول عمرك تتصرف بهذه الطريقة صارت إيش كأنك اتهمت الشخص في ذاته نفسه. طيب ونفس الشيء حيجي يقول لها انت اصلا انت ما تفهمي انت ما ادري ايش انت ما ادري كانك اتهمتها هي. طب شوف الموقف
قلها لا، التصرف في ديك اللحظة اتصرفت فيه كان في الإمكان انك انت تقولي بدي الطريقة كده كده. طيب، فإذا يبان أن التصرف هو الخاطئ وليس الشخص هو المخطئ. حللوا التصرف، لا لا تحللوا أشخاصنا نفسها. طيب، فإذا لما تجي توجهها أو أنت حتى لما تجي توجه زوجتك، شوف المرأة تحب لما أحد يجي يوجهها يوجهها بلطف. جميل. يعني إذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة كان يقول إيش، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. جميل. ما يجي يقول له أنت سويت وأنت عملت كذا. يعني في حادثة مرة حلو في عند الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا راجعين من عمرة القضاء اللي هي العمر اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم بده يروح في صلح الحديبية، كان بده يروح عمرة ومنعته قريش انه يدخل مكة، فصار صلح الحديبية أساس انه يرجع ويجي السنة اللي بعدها ياخذ عمرة، فسميت السنة اللي بعدها ان العمرة حقته انه اسمها عمرة القضاء اللي هو يقضيها لانه متحلل من غير ما ياخذ عمرة. فكان راجعين وهم راجعين في جعرانة، في واحد شاب جلس مع شوية إيه يعني ترى حتى الصحابة عندهم أخطاء زينا زي البشر، مش صحابة هم معناته ملائكة ما يخطئوا. فكان واحد من الشباب هو شاف مجموعة من النساء ماشيين فكأنه إيش بده يعاكسهم ولا يمشي وراهم. فانتبه الرسول صلى الله عليه وسلم له، فقام قال له فين رايح؟ قال له كنت بدور على جمل يا رسول الله. طيب، فضحنا الرسول صلى الله عليه وسلم فهمها، صار إيش كل فترة تانية يقول له ها لقيت جملك. طيب، فمعناته إنه إيش، فقرر الصحابي يقوم يستحي الشعب هذا نصحه يخجل، هو عارف إنه الرسول صلى الله عليه وسلم فاهمه. فألين مرة الرسول صلى الله عليه وسلم كان في المدينة وكانوا إيش بيصلي في المسجد الشعب هذا، فقام قال له الرسول صلى الله عليه وسلم يا فلان هل وجدت جملك؟ بعد فترة. أيوة، يعني لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم بده ينبهه أنه ترى إطلاق البصر وإطلاق النفس وراء يعني في شيء الحرام حيأدي بك لحرام. فقام الشاب قال له والله يا رسول الله لم يشرد لي جمل ولم كذا ولكني كذا كذا. طيب، فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اللهم طهر قلبه. فيقول سبحان الله العظيم بعدها ما حسيت أبدا بإني أنا أقدر أسوي أي حرام أو أقرب حرام. فكان إيش الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء أخذوه، هو عارف إنه كان بيعاكس البنات ولا كان بيسوي كده. شوف الأسلوب. شوف الأسلوب. نفس الشيء يبني أنت مع زوجتك، ما تحب اللي يوجهها يقول لها مباشرة أصلا أنت ما تهتم بالأولاد، أصلا أنت ما عمرك تنظف البيت، أصلا البيت مكركب دائما. تجي حتقول لك إيه طيب إيه وأنا مكركبة، طيب إيه وأنا بطالة، إيه وأنا ما أهتم في الأولاد، يلا إيش تبغى؟ استنفذت الطريقة، إيش تبغى دحين الآن؟ إيش حتسوي؟ إيش حيصير؟ إيش حتتوقع الحل؟ لكن لو إجي يقول لها إيش رأيك نرتب البيت مع بعض؟ طيب هي حتفهم وتحس أوه أنت جزاك الله خير ساعدتني وحاونتني. إيش رأيك نقوم نحمم أولادنا مع بعض؟ يكون الأولاد مثلا موسخين ما اهتمت فيهم، إيش رأيك نحمم الأولاد مع بعض؟ مش تقوم انت تحممها وتسيبها هي ما حتنتبه، حتقول والله يمكن تحس يمكن تكلح يمكن يعني قلبها انتبه ولا شيء. بعض الحين في بعض الناس يكون قلبهم ادبع يعني ما يحسوا عن شيء، فلكن لما انت تقول لها قومي مع بعض نسوي كده، طيب تقوم هي تحس انه اوه في مشاركه. مره على مره انت نبهت على خطاها بطريقه سليمه، يلا ننظف الغرفه مع بعض. قد تكون تعبانة، قد تكون طول الوقت مع البزورة، قد تكون تعبت ملت، فأنت لما تكون معاها هي بعد كده حتتنشط وتتشجع. حتى ممكن أطفالكم يلا يا أولاد نتساعد مع بعض كلنا، طبعا ممكن يغسلوا الحمام بس الحمام يصير حراج يعني وهذا ومبلغ كله، بس إيش على الأقل الكل يتعاون معه يصير فريق. أيوة، روح الفريق. نعم نعم، يعني تحس إنه في مشاركة بين الاثنين، نعم في متفاعل بينهم. طيب، أنا بس أستاذ أعتذر يعني راح نضطر نخرج لفاصل الإعلان قصير. طيب، فضل. ونخرج مستمعين الكرام رايحين لفاصل وراجعين، خلوكم معنا. هل المشكلة في قوانيننا وأنظمتنا المستمدة من شريعتنا الإسلامية ولا في فهمنا ومعرفتنا بتلك القوانين والأنظمة؟ هل حقوقنا ضائعة ولا إحنا اللي ما نعرف نطالب بحقوقنا؟
من حقك من حقك. برنامج استشارات قانونية مع المستشار القانوني الأستاذ خالد أبو راشد كل أربعاء من الساعة 3 حتى 4 عصرا. إذا كان لديك استفسار يمكنك ترك رسالة بالاتصال على خدمة سمعني رقم 1401. من حقك نجاوبك. ألف ألف أف أم خلك معنا على طول. مستمعين الكرام رجعنا لكم مكملين معكم على برنامجكم جمعة الجمعة وموضوعنا ماذا تريد المرأة من الرجل وماذا يريد الرجل من المرأة. طبعا أذكر بأرقام التواصل على الاستسي 84-7700 موبايلي 640-660 وزين 746-262 ومصحبتنا أستاذ اعتدال إدريس. الله يكرمك أستاذ اعتدال, إطلالتك جميلة ونصائحك دائما في مكانها. راح نستقبل معك الحوار فأتركك لك. جزاك الله خير يا ابن الله يكرمك. من الأشياء اللي مهم من الرجل والمرأة الاثنين مع بعض إنه الاعتراف بالخطأ. الاعتراف بالخطأ. أيوة. يعني دحين زي هذا ابننا اللي قاعد بيقول زوجته ما تعتذر أو شيء. شوفي يعني لما تخطئي أنت يا بنتي أو أنت يا ابني لما تخطئ, إيش المانع إنك أنت تقول صح أنا آسف ولا صح أنا آسفة طيب وأنا أخطأت في هذا الأمر. ويقول ممكن تنقص من مكانتي أو هي تقول انقص من مكانتي أو شيء. إيش صحة الكلام؟ طبعا خطأ, يعني خطأ أنها تنقص من مكانتك أو يعني شو أقول لك شيء دحين مثلا نفترض أنه سويت خطأ معين طيب. نفترض أن أنا سويت خطأ معين وجيت أنت بتقول لي أنت أخطأتي وأنت وأنت, لو قعدت أقاوح معاك وأقول لك أبدا أنا ما غلط وأنا سويت, إيش حيصير الموضوع؟ ما في حل, ما في حل وحيتصعد وحتصير مشكلة كبيرة إلا أنت غلطان. لكن لو جيت من البداية قلت لك صح أنا غلط وأنا آسفة طيب وطب نتساعد مع بعض إني أنا قد أكون أنا ما وضحت الكلمة صح أو أنت فهمتها بطريقة خطأ بس يمكن أنا أخطأت فيها وأخطأت هذا, إيش حتسوي أنت؟ مباشرة الثورة حقتك حتنخفض حتهبط على طول, ما حتطلع معاك. ليه؟ لأنه أنا ما قاوحتك, ما قعدت أعاند فيك. ترك معظم المشاكل بين الزوجين لما كل واحد فيهم ما يرضى يعترف انه هو غلطان. قد يكون يشوف نفسه انه هو اللي ما اخطأ طيب, قد يكون كل واحد يرى من وجهة نظره. يعني في بعض الاحيان احد يقول لي طيب دحين انت لما اذا كان هو شايف نفسه انه هو مو غلطان طيب, طب ايش حيجرى؟ يعني انا اقول لكم في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم, حديث هذا رائع جدا وياريت كل الشباب والشابات يحاول يعملوا به. أعطينا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه؟ أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. جميل. إيش معناته ده الكلام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك أنا زعيم يعني أنا أكفل لك بيت في ربض الجنة يعني في أطراف الجنة. نعم. لمن ترك المراء اللي هو الجدال حتى لو أنت على حق. حتى لو كنت على حق. نعم حتى لو أنت على حق. هو في ناس تأخذ الجدال بس يمكن تنسى على حق. على حق أيوة شايف يعني حتى لو أنت على حق. تعال أقول لك متى أبدأ أنا أجادل وأحاول أثبت وجهة نظري؟ لما أجد الطرف الآخر لمن يتكلم حوار عقلاني طيب, حوار فيه ممكن نتوصل فيه في الأخير إلى إحقاق الحق, فممكن نتكلم فيه ونتناقش فيه بدون زعيق بدون مخاصمة بدون مضاربة. حتى بعض الأحيان تجد أنه يتخاصموا مع بعض أصلا أنت ما تفهم وأنت ما تفهمي وانتهى الموضوع, أنت تفهم وأنت ما تفهمي انتهى الموضوع على كده ما توصلت النتيجة. لكن لو من البداية كل واحد يقول طيب أنا فعلا أنا أبغى بيت في الجنة, لو هدأ الموضوع في ساعتها بعد فترة خصوصا بين الزوجين حينحل, حيبدأ يتكلم في هدوء. بس في ديك اللحظة في لحظة المناقشة الجدلية ديك الثورة ما حينحل أبدا الموضوع. لأنه شوف الجدال عبارة عن إيه أو المناقشة اللي تكون فيها مجادلة ومخاصمة وهذا عبارة عن إيه, واحد فيهم لازم يكون خسران. طيب. واحد فيهم طيب الخسران حيحس أنه كرامته نجحت عليه وأنه هو مكانته انهزت وأنه وأنه وحتصير مشكلة. والفائز اللي كسب انت فزت على ايه؟ على الطرف الثاني, ايش استفدت منها؟
فعشان كده لما تكون وإن ترك المراء وإن كان محقا هدي، بس مش معناته أنه تهدى المواضيع وتفضل زي النار اللي تحت الرماد. تقعد تطبخ كذا تطبخ بعد فترة الفجر تاني تشتعل، لا أنا أبغى بس في فترة المناقشة نفسها، في ساعة المناقشة الحامية اللي كل واحد فيهم بيغلط التاني، طيب أهدأه. صحيح. بعدها هتبدأوا تتناقشوا، على الأقل تتضح الصورة أمامكم. يعني شوف أنا إيش بقول لكم، هذا الكلام اللي بقول لكم هو لا تفكروا والله إنه واو ترى إنه هذه والله الآدمية أستاذ اعتدال ما حصلت لها بحياتها مشاكل، كلنا حصلت لنا مشاكل. صحيح. لكن أنا بعطيكم الخبرات اللي إحنا عشنا فيها، الخبرات اللي مرت في حياتنا. والله أنا أغبط شبابنا وأغبط الجيل الحالي ده. ليه؟ نعم. توفر المعلومات عندهم بطريقة رائعة جدا، من كتب، من مواقع الإنترنت، من محاضرة، أشياء مرة رائعة عندكم. نعم. إحنا لما كنا في زمننا، يعني ترى أقول لكم لما كنا في زمننا مو معناته أنا من سنين عيسى. لا يعني أنا يعني من عجوزة كتير بس. يعني طيب فيك الخير. الله يسلمكم. فلما كنا في وقتنا إحنا ما كان عندنا الأشياء اللي أنتوا عندكم. نعم. ما كان عندنا نقدر نأخذ المعلومة. عندكم هنا الآن ما شاء الله دورات، استشارات أسرية، مواقع على الإنترنت. اليوم أنا بس بأدخل على كذا موقع في الإنترنت أبقى أخذ شوية معلومات، شيء بحر ما ينتهي. صحيح، الكم الهائل من المعلومات متوفر وكلها مفيدة. طب ليه ما تخشوا عليها يا أولادي؟ ما نفلح غير نخش في المواقع في الإنترنت. طبعا مش الكل، يعني دحين أقول الكل لا، في كتير طيبين وكلكم طيبين. أنا أقول بعض الأحيان ما يعرف يدخل غير المواقع اللي تكون تافهة أو مواقع ألعاب، أو قد تكون مواقع غير صحيحة أو تشات ماسنجر وشيء، ده كلام فاضي هذا. لكن أدخل على المواقع اللي تأخذ فيها معلومات مفيدة، حتى مواقع طبيخ، مواقع كيف تتعامل مع زوجك وتتعامل مع زوجتك، كيف تحط الهدية، كيف تحط رسائل الحب. بعض الأحيان الواحد ما يعرف يعبر لزوجته، طيب تيجي ما شاء الله للصاحبة الكلام ما شاء الله تبارك الله يخرج جزافا، طيب وتيجي للزوجة. أنا ما أقول كل الشباب، في شباب كثير رائعين جدا ومخلصين، طيب بس بعض الأحيان ما يعرف يرسل رسالة حلوة لزوجته. وانت يا بنتي ما تعرف بعض الحين ما تعرف ترسل رسالة حلوة لزوجك. في مواقع بتعطيك كلمات حب حلوة. وانت يا ابني في مواقع ترسل لك، ارسل لها ولا ارسلي له، ايش حيجرى فيكم؟ بس وش احسن من انك تعبر من نفسك، انا من داخلك. يا ابني بعض الحين ما يعرف يعبر، هذه مشكلة. ما يعرف يعبر. ترى بعض الحين كلمات حلوة، خذ الكلمة وزي ما تقول حورها، حور فيها، اهي اعطتك افكار. ترى انتم ما شاء الله عندكم لقوت الاشياء مره حلوه رائعه، طب استخدموها دي. فلما تيجي بعد في المناقشات تهدي الموضوع، رساله بعدها جات حلوه، وبعدها اقعدوا تتكلموا مع بعض، ناقشوا مواضيعكم. انت حتلاقي نفسك انك انت اخطأت في بعض الامور وهي اخطأت في بعض الامور، طب ايش الحل؟ طب كيف نقدر نتساعد؟ حيجي يقول لها انت ما تنظف البيت، انت انت انت، لما في المناقشه الهادئه مش الجدال. حتقول طب صح صادق، انا ما نظف البيت مظبوط، أنا ما رتب البيت مظبوط. طب إيش السبب؟ قد يكون مثلا إن أنا أتعب بسرعة، قد تكون مثلا إن أنا موظفة أو أكون طالبة، طيب بالنسبة للمرأة، طب إيش إذا إيش الحل؟ لازم تحطوا حل مع بعض، مش حيفضل كل واحد يوجه أصابع الاتهام للتاني. شوف في كلمة حلوة سبحان الله عظيم يقولوها، أي إنسان لما يوجه إصبع الاتهام لأي أحد، ولو كل واحد دحين سواها، لو حطيت السبابة طيب والإبهام بتأشر بيها على الشخص الآخر، بتقوله أنت السبب. طيب لاحظ زي كان حكاية الإيش كان إيه. طيب لاحظ الإصبع يتجه لفين؟ للطرف اللي أنت بتشير ليه. ثلاثة أصابع بتتجه ليك أنت، فثلاثة أسباب عندك. ثلاثة أسباب عندك، يعني سويها أنت يا فؤاد دحينة. طيب وحتى لو لا إن شاء الله ما فيش. هو ده بس عادة لما أجي أحد بدي يؤشر على الثاني، أصلا أنت السبب، أنت السبب، وأنت بتسوي كده بإصبعك. السبابة والإبهام، السبابة تتجه للطرف الآخر والإبهام لفوق، ثلاثة أصابع تتجه لك أنت. طب أجلس مع بعض شوف إيش السبب. ما تنظف البيت، طب إيش السبب ليش ما تنظف البيت؟ ما تهتم فيك، طب إيش السبب اللي ما تهتم فيك؟ قد تقول لك أنت كمان ما تهتم فيها. إذا نشوف هنا يبدأ حل بينكم في حوار، تفهموا السبب، تفهموا بعض. يعني شوفوا ما هو زي زمان، زمان إحنا النساء وعهد أبوكم وأمكم وأبهاتنا وأمهاتنا كانوا يصبروا على الحياة وفاهمين الحياة مظبوط، وتتحمل وتأكل بعض الأحيان المر من كيعانها من الزوج، وبعض الأحيان هو يتحمل، بس كانت فيه رجولة،
كان الرجل يقوم بمسؤولياته ويقوم ببيته وكله، والمرأة فاهمة من صغرها أنه بيتك بيت زوجك ما في غيره. طيب الجيل هذا لا، جيل متفتح، جيل فاهم، جيل ما عنده استعداد أنه يصبر. عشان كده احنا ايش بنقول لكم؟ الحوار يا ابناء يا بناتي، الحوار جدا مهم بينكم وبين بعض. طيب جميل. من ضمن الاشياء اللي لازم تعملوها الاثنين يبغاها الرجل من المرأة، كل واحد فيكم يبتعد عن الخيار الصعب. ايش يعني يبتعد عن الخيار الصعب؟ جميل. لا تقعد تخيرها تقول لها اما انا او مثلا بيت اهلك. ليش تروح اكستريم كذا؟ ايوه شفت او اما انا والوظيفه حقتك، هتقول لك ايه؟ لا تحطها في خيار صعب. ولا انت يا بنتي اياك ثم اياك انك انت تحط نفسك في موقف صعب وتخيريه. يا انا يا اهلك كلام فاضي، ايش حيختارك انت على اهله؟ كلام فاضي. ولا مثلا اخواتك، انت بتروح لاخواتك وتروح لاهلك وما بتسوي لي من عافيه، طب اتكلمي معه قولي له والله انا محتاجه انك انت، لا كمان انت افهمها. لا تقعد تقول والله اهلي واهل اهلك على عيننا وراسنا واهلك على عيننا وراسنا. بس في اولويات، في عندك موازنه، وفي عندك موازنه، التوازن مطلوب. ربنا جعلنا امه وسطيه، وكذلك جعلناكم امه وسطا. صحيح. الوسطيه حلوه في كل شيء، الاتزان حلو في كل شيء، خليك متوازن وانت خليك متوازن، خير الامور اوسطا. ايوه انت يا بنتي تجي تقولي له لا انا ما اقدر اسيب الوظيفه، اجي اقول لها اما انا ولا الوظيفه، اختاري بيننا وبين هذه. ساعات انت حطيتها في موقف محرج. لو تركت الوظيفه علشانك حتفضل تنق طول عمرها عليك بسبب هذه، وتحس انك انت اللي حرمتها من كل شيء وحرمتها من ده. اتفهم معها بالحسن. فالخيار الصعب اللي تجي تحطيهم لا ما ينفع ابدا، لا انت ولا هو انكم انتوا تسووها. طيب راح نخرج مستمعين الكرام مره ثانيه الفاصل. يا الفواصل يلا سامحونا لكن ضروري نخرج. ممكن نعطيهم راحه يعني، ترى مستمعينا فاصل كذا بس، اللي بده يشرب مويه واللي بده يسوي شيء ياخذ الفاصل حقه. فكروا شوفوا ايش ممكن تسالوا استاذ اعتدال في الموضوع على الأرقام على الاستسي 84770 موبايل 640660 وزين 746262. أكيد دحين في أسئلة كثيرة كذا، كيف كذا إذا سويت كذا طيب. لفهم الرجل ولا فهم المرأة؟ فراجعين إن شاء الله تعالى، خلوكم معنا. الآن تقدر تسمعنا في كل مكان على موقعنا alif.fm.com لمناقشة القضايا والبحث عن الحلول وتقريب وجهات النظر بين المواطن والمسؤول، السعودية اليوم مع منال الشريف من السبت إلى الأربعاء من الثانية إلى الثالثة ظهرا على ألف ألف أف أم. مستمعينا الكرام رجعنا لكم على طول لبرنامجنا جمع الجمعة، ورح نستقبل مع الأستاذ اعتدال إدريس الحوار في الموضوع ماذا يريد الرجل من المرأة وماذا تريد المرأة من الرجل. نذكر مجددا عفوا بالأرقام على الاستيسي 847700 موبايل 640660 وزين 746262. كنا واقفين أستاذ اعتدال في آخر نقطة اللي هي هو الخيار الصعب. الخيار الصعب، لا تضع زوجتك في خيار صعب ولا تحط نفسك في خيار صعب. أيوة لا أنت ولا هو، الاثنين. الشيء اللي نبغى كمان نقوله إنه بالنسبة يعني المرأة طبعا عادة تبغى اللي يريحها واللي يمشيها واللي يوديها اللي يوفر لها كل شيء. الرجل نفس الشيء، يبغى المرأة الأنيقة الطيبة وهذا كله، ويبغى أشياء كثيرة. بس في المقابل أنا بقول لكم أنتوا الاثنين يا ابني ويا بنتي لا تختلفوا على أمور دنيوية كثيرة. زي إيش؟ مثلا تفضل تقول له والله يعني أنا أبغى أسافر في المكان الفلاني، طيب أبغى كماليات زيادة، أبغى مثلا أروح أتمشى هنا. طب نفترض يا بنتي هو ما يقدر يسوي ده الشيء. نعم. طيب انت تقول لها ابغاكي تكون مشيكه ومزينه واحسن شيء ما يمكن، طب انت ما وفرت لها الفلوس يا ابني اللي ممكن تشتري بيها هذه الاشياء. فلا تخلوا الدنيا هي ممكن ايش تصير اساس الخلافات بينكم.
وهنا منها اللي أنا أقول أهم شيء، أهم شيء يا أبناء يا بناتي، خلوا حبكم وحياتكم تنبني على رضا الله سبحانه وتعالى. جميل. طالما جعلت الحب في الله بينك وبينها، صدقني وصدقيني هتكون حياتكم رائعة جدا. كيف يكون يعني الحب في الله؟ هل الحب في الله يختلف عن الحب العادي؟ نعم يختلف. حب الرجل للمرأة العادي طيب ممكن يعني انهار عند أول عاصفة، عند يعني ما حتتقبل منه ولا حتقبل منه ولا حتحمل منه وتتحمل منه. لكن لما يكون الحب في الله معناته أنه في أمور كثيرة اللي يرضي ربنا تسووه واللي يرضي ربنا تبعدوا عنه، تكون حياتكم الاثنين رضا الله سبحانه وتعالى. أنت تعينيه على الصلاة وعلى عبادة الله وهو يعينك على الصلاة وعلى عبادة الله، أنت تصحي وهو يصحيكي، أنتوا تتساعدوا الاثنين مع بعض. تعالوا شوف مثلا في الدنيا بعض الأحيان بالذات مثلا أنا بقول يعني يكون راتب الرجل يدوب على قده، حتى لو كان راتبه 7-8-9 ألف نفترض أنه راتبه كده، وفي ناس رواتبهم يدوب 3,000-4,000-5,000 ريال يدوب. طيب يا بنتي ويا ابني، لما أنت مثلا تجا تبغى والله مثلا تبغى مظهر وتبغى يعني بعض كمان بعض الشباب للأسف من يوم استلم الراتب من هنا يده فرطة كأنها مخروقة يعني يطير الراتب منها، طب كيف حتعيشها بقية الشهر؟ وتجي بعض الحين بعض البنات تبغى دا وتبغى دا وتبغى دا. تعرف يا ابني للأسف إنه حياتنا الآن أصبحت كثير من الكماليات نعتبرها ضروريات. هذه مشكلة صحيح، نعتبرها ضروريات. مثلا أنت ما تخرجني على مطعم وما تعزمني على مطعم، طب يا بنت اللي بده يعزمك على مطعم مرة في الأسبوع نفترض طيب ب 300 ريال و 400 ريال، إيش حيبقى عنده؟ ممكن تأخدها تمشيها، ما بقول لك لا، بس طبعا مو كمان الواحد يقعد طول الشهر ما يوديها ولا يجيبها ويقول لها لا نوفر نوفر، مو للدرجة يعني. ممكن تأخدها مرة في الشهر، ممكن بعد كده نخرج مع بعض يا سيدي، لو خرجت انت وياها سويته مشوي في البر في البحر في يعني اذا في جدة احنا في على البحر، رحتوا في الرياض في اي مكان، رحتوا في البر انت وياها تبلت الاشياء ورحتوا سويتوا مشوي، قعدتوا انتوا الاطفال، ما هو لازم الحكايه حكايه مطعم حكايه صح شيء. فالامور الدنيويه دي تحاولوا قدر الامكان تهونوا منها. جميل. بس مو معناته ان انا ما بقول الانسان يكون متقشف جدا ولا لا حاجه طبعا. لا يعني يكون الشيء باتزان، بس إذا أنت راعي ظروفه وهو يراعي ظروفك. جميل. أمور الدنيوية هذه حاول قدر الإمكان إيش يعني يخففوا منها. حتى فاكر إحنا قلنا في البداية إنه الاعتراف بالخطأ. أيوة. طب من الطرفين. أيوة. طب بعض الأحيان حتى أنا بقول بالنسبة لابني هذا ممكن تعتذر لك أو تعتذر لها، تفننوا في الاعتذار لو سمحتوا. خليها هدية. خليها هدية. الهدية مو لازم تكون شيء غالي. بعض الأحيان بعض الشباب ما يجيب لها حتى ولا سبت فقلي يعني طيب مشكلة يا ابني مو شرط يجيب لها هدية كبيرة، لو بطاقة حلوة كرت حلو كتبت لها عليه كلمتين، صدقني والله المرأة هتحس كل فترة والتانية هتفتح الكرت وتقرأ الكلام اللي فيه. يا سلام. ترى يعني أنا بقول لكم عن شعور النساء يعني ما هو شرط انك انت تجيب لها فستان ولا كلون، بعض الاحيان قد يكون ذوقك ما يناسب ذوقها يعني صح. يعني وتضطر لا تروح تتورط هو ده يعني، مع انه بعض الاحيان يعني المراه يعني تضطر تقول مثلا يكون ذوق الراجل معفن وحالته حاله يعني تقوم تقول له حلو ما انا عارفه، بس ما هو شرط ده، جيب لها كرت حلو في كروت بطاقات في المكتبه ما تجي قيمتها حتى 5 ريال بقلب بشيء حلو، انا احبك حبيبتي وسامحيني، ايش حيجرى فيك انت؟ صحيح. ما قلتها بلسانك، اي نعم كرامتك نجحت عليك ولسانك اتربط ما انت قادر تقولها، اديها كرت يا اخي. وانت يا بنتي نفس الشيء، ما انت قادره تقولي مره انا اسفه يا اختي مره على طول، ارسلي له بطاقه، ارسلي اكتبي له بطاقه، انت يجيب لك هو وهو يجيب لك، يعني خلوا الاشياء هذه حلوه حلوه بينكم. ورده جبت لها هي شايف يعني اي شيء حلاوه، حتى بعض الاحيان شوكولاته، والله افتكرت الشوكولاته دي لقيت انك تحبيها وجبت لك هي، قديش تضحك على عقلها يا ابني، اضحك على عقلها، ترى احنا النساء بسهوله نضحك على عقولنا بكلمه حلوه بلمسه حلوه، والله تنضحك على عقولنا فيها حتسكتها. وانت يا بنتي نفس الشيء، لمسه منك، اعتراف بالخطا للرجل، ان اعتذري له، حسسيه انه هو يعني مالك قلبك،
حسسي انه هو الانسان الوحيد في حياتك. نفس الشيء المرأة تبي تحس انه هي الوحيدة اللي في قلب الرجال. حسسها بدا الشيء، حسسها بالامان. ما فيش داعي الشات وتفتح فجأة هو يفتح فجأة ويلاقي عندك، تلاقي عندك في الفيسبوك ما شاء الله لستة بنات قديش كترهم، وانت تلاقي عندها لستة مثلا قديش هذه ما فيش داعي لها. الأشياء بتحط مسامير في انها ايش تبدأ تهد الحياة الزوجية. فحاولوا قدر الإمكان تفننوا في الاعتذار. المرأة أيضا تبغى من الرجل اللي تحس انه هو مسؤول عنها، تبغى تحس الرجل القوي. ترى شوف أنا أقول لكم، يعني المرأة ما يعجبها الراجل الخرع اللي ياي ولا فاي ولا مدري إيش، تحس إنه ماشي نفسك تقص وسط قص. يعني تبغى المرأة الرجل، أما الشاب اللي تحسه زي كأنه حرمة. الأساس أنا الزينة والتزين والنعومة من طبع النساء، صح؟ طبعا ما أقول لك يعني ما يكون أكون الرجال لا مؤاخذة معفن ولا حالته حالة، بس مش إنه تحس يضيع رجولته. يعني أنا أشوف بعض الأحيان مناظر الرجال، يعني قد يكونوا طيبين، ما بقول لا مش مطيبين، قد يكونوا طيبين. يعني ما نحكم على أي راجل تشوف شاب نشوف شكله والله مرة خرع وحالته حالة نقول والله ده بطال، لا قد يكون فيه خير جوته. ناس كثير فيهم خير في 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 داخلهم، قد يكون ما طلعت فرصة إنه يثبت رجولته. بس أساسا المرأة تحب من زوجها طيب لما يكون قوي، تحس بالأمان معاه، تحس بالاطمئنان معاه، تحس إنه هو ده الراجل اللي حيحميني، مش كمان الراجل صاحب المشاكل اللي طول ما هو ماشي تضارب مع دبان وجهه، مو هذا اللي تحبه كمان. طيب تحب الإنسان المحترم، تحب الإنسان الذوق، جميل. تشمل من كله. نفس الشيء شعورك إحساسها إنك أنت مسؤول عنهم، توديهم تجيبهم، مسؤول عن البيت، مسؤول عن أولادك، مسؤول هذا. نفس الشيء الراجل يحب من زوجته المرأة المسؤولة، مش المرأة اللي تقعد برا تضارب الرجال، لا يبغى المرأة المسؤولة عن بيته، يحس إنه بيته في إنسان مسؤول عنه، مش الخدامة هي اللي بتسوي كل حاجة، مش الخدامة هي اللي فين فلانة فين أبغى الشيء تسأل الخدامة فين أو الشغالة فين هذا، لا يبغاك أنت مسؤولة عن بيته، أنت تكون مسؤولة عنه في داخل البيت، تصحيه، تقومي للصلاة، مسؤولة عن ملابسه، مسؤولة عن أكله. الشعور بالمسؤولية شعور متبادل بين الرجل والمرأة، وهذا فعلا من الأشياء اللي تحسس كل رجل وامرأة إنهم في حياتهم فعلا ماشي مزبوط. طيب احنا حنستقبل الاتصالات ان شاء الله تعالى، طيب ونكمل ان شاء الله باذن الله الاسبوع القادم. طبعا نذكر المستمعين برقم الهاتف على الرقم 0261611100 او على الرقم 7005799، طبعا هذا الخط المباشر. كمان على الاس تي سي 8477000 موبايل 640660 وزين 7462 62. يعني في رسائل وردت كثيرة أستاذ اعتدال، توفي اتصالات حاليا ما جاء شيء، نأخذ كم رسالة حتى يصلنا إن شاء الله. أنا مرسل يقول أنا إن شاء الله تعالى، يقول زواجي الشهر القادم من مسيحية أسلمت على يدي، علما أنها تكبرني بعشر سنوات ولديها 3 أطفال وعمري 26 ولم أتزوج من قبل. المرسل عبد الرحيم كأنه يسأل ويستفسر أو يأخذ استشارة ربما. كمان من الرسائل، دكتورة أنا أخويا دائما يدخلني في مشاكل بيته لأننا قريبين من بعض جدا، وهذا الشيء ضايقني ويضايق زوجته، وأنا ما أبغى مشاكل. المرسلة أم زياد. هو مين اللي بيدخل، يعني الراجل بيدخل مرته في مشاكل أخوه؟ لا هذه أم زياد تقول أنا أخويا أيوة. دائما يدخلني أخوها ولا زوجها؟ أخويا، إنه أخوها دائما يدخلها في مشاكل بيته. أيوة. يعني بسبب قربهم من بعض الأخوان. أيوة يعني خليها الوسيط. أيوة. هي. وهو الشيء هذا يضايقها ويضايق زوجتها طبعًا. وهي ما تبغى مشاكل. طيب كمان أنا متزوجة من 15 سنة وصارت مشاكل كثيرة بيننا، والآن مو قادرة أحبه، كنت أكرهه الآن حتى الكره حرام فيه استغربني. يعني مرة ديته اكستريم وأنا تعبت ومو قادر، الله يعين عاد ما أدري إيش، والله يستر. يعني هي تقول الله يستر. ففي اتصالات نأخذ شيء منها. طيب نأخذ معنا المتصل الأول. ألو مرحبا.
ألو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبغى أشارك. تفضلي. ممكن اسمك كريم؟ معك الأخت حنان. يا أهلا وسهلا يا حنان. تفضل. تفضل يا مرحبا. والله حبيت أشكركم على البرنامج عن جد, يعني برنامجك مرة ناجح يا أستاذ اعتدال. الله يتقبل يا رب. الله يتقبل. الله يوفقك إن شاء الله. جزاك الله خير. شكرا يا بنتي. الله يسعدك يا رب. عشان الله. أيضا معانا متصل آخر. ألو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أستاذ. اسمك إيه؟ أيه الاسم الكريم. أشارك. أبغى بس الرقم رقم أستاذ اعتدال. طيب عندك مشاركة ولا بس الرقم؟ لا بس الرقم. طيب اتصلي إن شاء الله كمان بعد البرنامج والكنترول راح يعطيك الرقم على طول. طيب أنا سنة. كمان معنا اتصال ثالث. ألو. ألو السلام عليكم. ألو. ألو السلام عليكم. ألو أنت برنامج جمعة جمعة. ألو. أهلا وسهلا. تفضل يا ولدي. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير يا أخوي. مساك الله بالخير والسرور. حقيقة احنا نقصنا مثل البرامج القيمة عليك ومثل الدكتور الأخت دي صراحة ما نحكي الحديث اللي من الآخر. حقيقة احنا نقصنا شبابنا وشاباتنا وحريمنا وكله أمثال البرامج هذه حقيقة قيمة, وحبيت بس أشكركم على البرنامج. الله يكرمك. شكرا شكرا. الله يكرمك. جزاك الله خير. شكرا يا اخي. ان شاء الله مستمع دائم للبرنامج ابو نايف. وانت طيب ان شاء الله. الله يحييك ابو نايف. حياك الله. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. كمان اتصال. الو. الو. اين انا؟ سارة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جمعة معك جمعة الجمعة وانت على الهواء. تعرفنا فيك. جمعة مباركة اول شيء. الله يسلمك. عليك على الاخت اعتدال والام اعتدال والاخت. الله يكرمك يا رب. ان شاء الله تفضل. بحكي استفسار. انا متزوج حاليا سنة يمكن ونص. طيب. ان شاء الله. وطبعا كان زوجتي مطلقة من قبل وزوجتها ومعها بنت من عمرها 6 سنوات. طيب. وهي كمان جت بنت الحين لها عمرها 5 شهور أو 6 شهور. هي بنتها. ودائما انا وعيالي بعض الاحيان في الاسبوع مره او مرتين مشاكل عشان البنت هذه الكبيره اللي بنت زوجتي, يعني فيها خير غير طبيعيه, فيها مشاكل انا وعيالي مسببها, يعني فيها دلع غير طبيعي, فيها لو شوفي كنت لنا 6 سنوات بس عقلي يعطيها اكثر من 10 و11 سنة. تفرق امور كثيره فاهمه. فبعض الاحيان اتعب من الامور هذه واصبر واتعب واصبر واخش في مشاكل واقعد انصح فيها واقول لها نسوي فيها كذا ونسوي فيها كذا ونسوي فيها كذا, يعني كل بالليل يعني. اي ضرب اخر شيء ما فكر فيه. بس برضه ما فايده. اوكي. ودائما مشاكل ودائما مشاكل احساسيه صارت احساسيه بيني وبين بنتها, يعني تحسن اياها بسبب بنتها وما انا عارف ايش الحل والله. انت كنت متزوج قبل كده يعني وعندك اطفال؟ لا اول زوجه لي. اول زوجه لك. طيب ان شاء الله يجيك الرد باذن الله. اوكي يعطيك العافيه. الله يعافيك. اهلا وسهلا. السلام ورحمه الله. ايضا ناخذ اخر اتصال نقول قبل ما نتصل يعني نرد. للاسف قطع الاتصال مو من حظه. طيب ناخذ كمان. الو. الو مرحبا. السلام عليكم. برنامج جمعة. ايوه معك البرنامج. تفضل. تفضل. اسمك كريم. الو. ايوه حبيبتي. انت على الهواء اختي الكريمه. اسمك كريم. ايوه. بس انا كنت ابغى اولا اشكركم مره على البرنامج مره جميل. وكنت ابغى اسال هل في مجال ان تنعاد الحلقات او حتى تكون مسجله ينهدي لناس لما يبغوا يتزوجوا مقبلين على الزواج. جميل. هو ان شاء الله بالاضافه الى انه ابغى رقم الاستاذ اعتدال. طيب الحلقات هي مسجله ان شاء الله وتنزل على اليوتيوب, فيعني تروح على الف الف اف ام وتدوري جمعه جمعه وحيطلع لك. أيوه. ان شاء الله. بالنسبة للرقم إن شاء الله تتصل كمان بعد البرنامج والكنترول يعطيك الرقم, يعني على طول بعد ما يخلص البرنامج أكلم عليهم. إيه إن شاء الله الكنترول هنا موجود. أوكي. فرح يعطيك الرقم إن شاء الله تعالى. أوكي. حياك الله. أهلا وسهلا. ناخذ اتصال. ألو مرحبا. ألو السلام عليكم. ألو أنت على الهواء. ألو. طيب ما في حظ. طيب متصل آخر. ألو السلام عليكم. يمكن كلمة دكتورة اعتدال؟ إيه تفضل يا ماما. تفضل أختي. كيفك يا دكتورة اعتدال؟ الحمد لله. كيف حالك يا بنتي؟ تفضل يا ماما. أول شيء أشكركم على هذا البرنامج. الله يسلمك. تفضل. الله يكرمك يا رب. تفضل. بس يا دكتورة أنا حبيت رقمك ممكن؟ طيب بعد الكنترول بعد البرنامج خذي من الكنترول ان شاء الله. دكتور انا عندي مشكله لازم يعني اخذ رقمك. طيب ان شاء الله. ان شاء الله تتصلي كمان بعد البرنامج. والله اشكرك على البرنامج الرائع هذا. الله يكرمك يا رب. ان شاء الله. حياك الله. والله ان شاء الله
يعين جميع المسلمين في مشاكلهم وأمورهم. ناخذ كمان اتصال ثاني. الو الو مرحبا. الو انا سارة. الو اي نعم تفضلي يا ماما. أختي. الو السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم الدكتور اعتدال؟ الاستاذ اعتدال معك يا حبيبه. تفضلي يا ماما. اشكرك على البرنامج واتمنى كل الامهات يصيروا زيك ان شاء الله. اكون احسن مني يا رب. جزاك الله خير. دكتور اعتدال بسألك سؤال. تفضلي يا ماما. فصل حبيبتي للاسف. طيب ناخذ كمان اتصال. الو السلام عليكم دكتور. حياك الله. السلام ورحمه الله. جمعتكم مبارك. الله يسلمك ويسلمك. بارك الله فيك استاذ اعتدال. ترى جزاك الله كل خير باذن الله. الله يكرمك. ماجور ماجور على كل حرف وعلى كل كلمه. طبعا انا هاني عبد الرحيم طبعا. الله يسلمك يا خان. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. ما ادري انا بخصوص الحلقات السابقه يعني من البدايه بدايه البرنامج يعني انا حتى من اليوتيوب ما وجدت يعني في بدايه الحلقات كذا. فما ادري هل ممكن في موقع ولا منتدى؟ لا حقول لكم حقول لكم عليها برضو. انا عارف ما فادني ولا اي حاجه من طيب 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 حقول لكم عليها باذن الله الرحمن الرحيم. الله يحفظكم ان شاء الله. شكرا لك. الله علمنا. الله يبارك. امين يا رب. شكرا اخوي هاني. يلا الله يحفظكم. سلام عليكم. سلام ورحمه الله. طيب اهلا وسهلا. اخر نقول ان شاء الله ناخذ هذا الاتصال بعدين نرد. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. طيب حقول لكم عليها باذن الله. طيب لسه حيظل. الو السلام عليكم. طيب سبحان الله سمعنا نفسنا. اي طيب ورجع اصلا. طيب هذا بابننا اللي بيقول عمره 26 سنة وتزوج واحدة. لا من رسائل والهادي. طيب بالنسبة للي عمره 26 سنة وتزوج واحدة مسيحية وأسلمت وليها 3 أطفال وأكبر منه ب10 سنوات. أولا جزاك الله خير أنك أنت أسلمت على يدك. الله يوفقك ويجعلها في ميزان حسناتك. بس أنا ما أدري يعني ما أدري سؤالك يعني هل بتقول ينفع الزواج ده ولا ما ينفع؟ الله يوفقك يا رب معها. بس يعني 10 سنوات يعني نحس انه مرة اكبر منك بكثير. بس انت فعلا كان غرضك طيب وانت كان قصدك تحفظها وان شاء الله باذن الله تستمر زواجكم يكون طيب وهدفك نبيل ان شاء الله رب يمشي معك فيها ووفقك فيها. بالنسبة لاختنا دي اللي بتقول دخلها في مشاكل اخوها وزوجها يتضايق انت تقدر توقفي. يعني ليش تمشي معاه تقولي له في كل شيء ايوه ايوه؟ لا قولي له لو سمحت انا ما ابغى ادخل في مشاكل الان. كوني حازمة ويجب أنك تفصلي بين مشاكل الآخرين وبين بيتك. ما تخلي مشاكل الآخرين تدخل وتأثر على حياتك. قريب جنبك ومقريب حتى لو اتصل عليك وقال لك تعالي شوفي قولي له معلش أنا آسفة أنا الآن جالسة مع زوجي وما حقدر هنا. وهذا اللي أنا أبغاه من بناتنا. حتى الاتصالات ترى الرجل يتضايق من الاتصالات الكثيرة اللي تقعد مرته وهي قاعدة بالتليفون تتكلم مع صاحبته وهو قاعد. يجب أنك أنت تحترمي وقت الزوج هذا تحترمي وجوده عندك في البيت. وقفي تقول له معلش أنا الآن ماني فاضية أني أنا أرد عليك. لما زوجي ينام أو يخرج أو مثلا أقدر أفضل أرد عليك. أنت كده تعطيهم فرصة أن هما الاثنين يهدأوا ويرجعوا لبعض. طيب وأنت في نفس الوقت توقفي تدخلهم في حياتك لأنه ممكن يأثر على حياتك. أنت بيدك أنك توقف تكوني حازمة أمامهم. هذا اللي بتقول متزوجة من 15 سنة ومشاكله كثيرة. أنا ما أعرف إيش المشاكل أساسا يعني ما وضحتي ولا أشرت إيش هي المشاكل بالضبط. هل هي مشاكل ممكن تنحل أو مشاكل ما تنحل؟ ما أعرف إيش هي. فما أقدر أشير عليك بشيء لأني أنا ما أعرف إيش هي المشاكل. طيب بالنسبة لهذا ابننا اللي اتصل وقال إنه هو متزوج من سنة ونص وزوجته أساسا مطلقة وعندها بنت عمرها 6 سنوات. ترى شوفوا يعني احنا لا نجي ناخدها بحساسية انها بنت مرتك ومن عافية. بعض الاحيان حتى لما تكون بذرتك هي وطفلتك طيب وش اسمه هذا وبينها فرق هذا من البديهي الغيرة من البديهي التصرف بالطريقة. بس يمكن انت اخدها بنظرة تانية لو انت جيت تفهمت يعني يمكن زوجتك يا حرام متوقعتك انك انت حتتعامل معها زي ابوها. الاب لازم انك انت وياها تقرأوا مع بعض اقرأوا كتب اقرأوا في النت كيفية التعامل مع غيرة الأطفال. من البديهي إنها تغار دي البنت. من البديهي إنها
تبدأ تتصرف، لأنه كانت مسكينة في وضع ما هو مظبوط، يعني كانت بعيد عن أبوها، والآن جاي شايف الرجل قدامها إذا لسه دوبه سنة ونص، معليش يمكن ما حسيتك زي أبوها، صح يمكن أنت تدلعها تكلمها، بس مش زي لما الأب يكلمه ودلع. فأنت اتفق أنت وزوجتك أنه هذا تتعامل بنتنا بالضبط، يعني زي ما الأب يكون حازم مع بزورته بعض الأحيان أنت يكون حازم معاها. نعم. وفي نفس الوقت أقرأ عن غيرة الأطفال، من البديهي أنها حتغار. جميل. وما لما حجيك أنت بزرة تانية وبزرة بنتك هذه كبرت وجاتك واحدة تانية نفس الشيء حتغار. فهنا لا تحتاجوا الاثنين كلكم تقرأوا مع بعض. بالنسبة للي بيسأل عن موقعنا هاني، هذا ابننا وهذه، طيب. ترى حلقاتنا السابقة اللي هي كانت بداية من رمضان اللي هي الطيبون والطيبات القديمة، أنا إن شاء الله بإذن الله يعني في حنزلها في الفترة المقبلة في موقع لي في اليوتيوب، بعدين حتدخلوا فيها بإذن الله، بس لسه الآن الحلقات بتتنزل، يعني الموقع الآن على في طور الإنشاء في يعني أيوة. طيب. وبالنسبة لي اللي بيطلب الرقم يعني فليعذروني الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع، يعني أنا في عندي شوية كده ظروف صحية بالنسبة لي وشيء ما بمديني أن أنا أرد وقفلت الجوال، فتقدر ترسلوها على الفيسبوك عندي، وقت ما أدخل أفتح الفيسبوك حرد لكم على الأسئلة حقتكم اللي تتبعوها، بس أعذروني هذا الأسبوعين أني أنا فعلا ما أستطيع أن أنا أتواصل معكم لبين بس ما أشوف الاستقرار في الظروف اللي عندي. طيب احنا راح نخرج بس لفاصل قصير سادة اعتدال ونرجع. طيب. مستمعين الكرام خارجين لفاصل قصير وراجعين، طبعا ارقام التواصل على الاستسي 847700 موبايل 640660 وزين 746262 ورقم الهاتف 02-6161100 او على الخط الساخن 700-57499 رايحين لفاصل وراجعين. ألف ألف أف أم خلك معنا على طول. اعتقادات تخلق ورغبات مخفية، حديث النفس وتفسيره، قصص خالية من المعنى أو المنطق، رموز أماكن وأزمنة، وكل شيء له تفسير. برنامج منامات مع الشيخ الدكتور يوسف الحارثي من الثالثة إلى الرابعة مساء من السبت إلى الثلاثاء على ألف ألف أف أم. مستمعين الكرام مكملين معكم برنامج جمع الجمعة، أنا فؤاد الأهدل وباستضافتنا أستاذ اعتدال إدريس أستاذة الثقافة الإسلامية بكلية دار الحكمة بجدة. طبعا الموضوع أنا زي ما هو، ماذا يريد المرأة من الرجل، ماذا تريد أو ماذا يريد الرجل من المرأة. إحنا دخلنا في استقبال استفساراتكم وأسئلتكم على الأرقام على الاستسي 847700 موبايل 640660 وزين 746262 وبنستقبل اتصالاتكم الآن على 02-6161100 أو على الخط الساخن اللي مو حاب ينتظر ممكن يتصل على 700-57-499. ناخذ أستاذ اعتدال الأولى الاتصالات بعد الفاصل هذا. ألو مرحبا. ألو ألو السلام عليكم. ألو ألو. طيب ناخذ اتصال ثاني. ألو السلام عليكم. ألو مرحبا، أنت في برنامج جمعة الجمعة؟ ألو أي نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب للأسف ناخذ اتصال ثاني. ألو مرحبا السلام عليكم. ألو السلام عليكم. هلا عليكم وسهل. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أستاذ عدال؟ الحمد لله شكرا لله، تفضل يا رب. مبارك إن شاء الله يا رب علينا وعليكم وعلى المسلمين أجمعين. أستاذ عدال أنا أشكرك على برنامج الجميل، بس بقترح لك حاجة إن شاء الله تكون فضل. كويس. تفضل تفضل يا ابني. الله يجزيك فضلك. يا ليت تسوي المحاضرات هذه في الجامعة حقت البنات يستفيدوا هم كمان وتكون الأفضل، توصل الصورة ليهم الأحسن. الله يسهل يا ولد، المشكلة إنه دوامي ما بقدر أخرج منه يعني، فالحمد لله. يلا الله يقويك. آمين يا رب. جزاك الله خير. شكرا أخويا، اقتراح جميل. فإن شاء الله هو المشكلة العمل عندي ما بقدر أخرج يا دوب. نقول إن شاء الله لو على الأقل ممكن يجوا على الموقع بعدين إن شاء الله. بإذن الله رح نعرف. نأخذ اتصال. ألو 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 أهلا وسهلا. ممكن أخذنا بسكرة
تفضلي. ممكن تفضلي يا بنتي. طيب دكتورة تدري أنا عندي مشكلة. خير. أنا شابة يعني وأكلم لي شخص يعني ماني قادرة أترك هذا الشخص. دقيقة، شابة وإيش؟ بتكلم شخص وما تقدر. بتتكلم مع شخص وما تقدر تسيبه. طيب. إيه. وأنا الشخص متجوز. أي. إيه وأنا صعب أتركه يعني حاولت ماني قادرة وهذه مشكلة أعاني منها بصراحة. طيب. وبغيت أشوف اللي حل بصراحة. طيب إن شاء الله بإذن الله. شكرك والله، أنا أحبك كثير والله. شكرا لك. الله يكرمك يا رب. شكرا لك كريم. هلا وسهلا. أيضا اتصال ثالث. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحتي أنا أرسلت على شارك البرنامج. تفضل يا ماما. انت على الهواء. ألو. تفضلي بالمشاركة. تفضلي يا حبيبتي. تفضلي يا ماما. طيب. هاي تقولي يا ماما إيش عندك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا بنتي. لو سمحتي أنا عندي مشكلة عند أخوي. أخوي يعني يدخن ودائما إحنا ننصحه، وحتى بعد في قصة صارت حق واحد مدخن وكذا وما تفهم علمنا، بس هو مازال يدخن. يقول يعني أنا يعني بدخن لحد ما أموت، يعني خلي ماما بيدخني لحد ما أموت، هذا يعني انتحار. فأنا ما نبغى هذا الشيء. هو يعني ما كنا الدراسة ونعلم الصلاة، ودائما يعني صلاة سريعة، يعني إحنا نقعد عنده ونعلم الصلاة. بعدين يعني هو يعني صلي بسرعة، يعني ما أدري إيش في الحل. وبعد يعني هو يعني يطلع يعني عقب المغرب وما يرجع إلا في الليل، يروح عند عزة دولي لأصدقائه، وإحنا يعني خايفين على دائما إحنا ننصحه بس ما يتقبل النصيحة. فإحنا يعني ندعي يعني الله يهدي الصحة، وإحنا يعني ما فقط يعني تدخين، على الأقل يدرس يعني يتعلم، مش كثر يعني الباب يشتغل ودرسه في عمره هو للحين يعني قاعد على الحال على هذا الحال. يعني هم يعني ما نبغى يعني نبغى يصير الأحسن، يعني ما أدري إيش. كم عمره؟ عمره يعني تقريبا 29 سنة. 29؟ طيب. هو انت يعني هو عنده الجنسية السعودية ولا ما عنده الجنسية؟ لا ما عنده. طيب. وما درس شيء؟ لا، احنا يعني نبغى يعني يتعلم ويدرس، ونبغى يعني كم دراسة ويشتغل، بس هو يعني ما يعني احنا حتى بعد احنا خلانا يشتغل يعني في اي محل، لكن هو يطلع يخلي يشتغل ويطلع يعني. طيب. طيب يجيك الرد إن شاء الله يا بنتي. الله يعونكم إن شاء الله. شكرا. نأخذ اتصال آخر. ألو مرحبا. ألو السلام عليكم. ألو برنامج جمع الجمعة معك. ألو. هنا تفضل يا ماما. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم؟ الحمد لله وشكر الله. تفضل يا بنتي. جمعة مباركة يا رب علينا وعليك يا رب. معكم روان. اهلا يا روان. تفضل يا ماما. تفضل روان. استاذ اعتدال، صراحه انا عندي مشكله، بس اسمحي لي ما اقدر اقولها على الهواء. وحابه اسال كذا، عندك حساب في الفيسبوك او تويتر او عندك ايميل عشان اتواصل معك؟ اي في الفيسبوك عندي باسم اعتدال ادريس، ادخلي عليه وحتى يعني ممكن تعملي كونفيرم يعني بعد كده، وترسل اي رساله تبغيها. طيب بالنسبه للرقم ان شاء الله بعد البرنامج اتصلي وابشري ان شاء الله. ان شاء الله. حياك الله. اهلا وسهلا. الله يعافيك. ناخذ اتصال. الو السلام عليكم. انت برنامج جمع الجمعه. طيب لعلنا نرد. شوف طيب بالنسبه لبنتنا اللي بتقول شابه وتتكلم مع شخص متزوج وما هي قادره تسيبه، اولا ايش الهدف اللي انت تبغيه من ده الشخص؟ اذا تحبي ويحبك من جد، طيب فكري اساسا انك انت هذا الرجال بيخون مرته في هذه اللحظه بيخونها، وحيخونك انت كمان لو اتزوجتي بعد كده. طيب انت ايش تبغيه بالضبط؟ هل تبي تتزوجي؟ هل متوقع انه هو يتزوجك؟ اذا ما انت متوقع انه هو يتزوجك، تستمر في العلاقه معاه ليش؟ هنا انا بقول لك يا بنتي، تقولي ماني قادر اتركه. لا تقدر تتركي. استعيني بالله، شوفي علاقتك بالله سبحانه وتعالى كيف. أرجع لصلاتك مظبوط، الله يرضى عنك يا بنتي، وأرجع استعيني بالله وقولي يا رب أنا أبغى الحلال، اللهم اغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. يا رب أنا ما بدي أخرب بيت أحد ولا أبغى أتكلم. هذا الرجل قد يكون بيتلاعب بيك زي ما بيتلاعب مع أي أشخاص تانيين، إذا أنت بتاخديها تسلية
فهذا انت يعني بتهدم سمعتك وبتهدم حياتك يا بنتي. لا تتوقع انه هو والله حيسكت، ممكن بعد كده يستمر وياخد اشياء تانية، وممكن بعد كده يورطك في امور انت في غنى عنها. ارجوكي اليوم جمعة استعيني بالله واسأل الله وقولي له يا رب انا عاهدتك ان حقت علاقتي بدا الشخص، اذا ليك خير فيه حيجيك بالحلال لحد عندك، اما الحرام عمره ما يستمر يا بنتي. واذا تحبي ادخلي في النت على ما اقولي مثلا التعارف بين المرأة والرجل، طيب ادخلي عليها حتجيكي قصص وبلاوي قديش كترها، اقرأيها. يمكن انا ما اقدر اقول لك في العجاله هذه ايش تقدر تسوي، بس انا اول شيء ابغاه منك اقوي صلتك بالله، ارجع لصلاتك واستعيني بالله واقطع علاقتك بهذا الشخص، ما حتستفيدي منه غير انه زي ما بيخون مرأته حيخونك بعدين. حطي ايش الهدف اللي انت تبغيه، هل انت تبي تتزوجيه ولا فقط مجرد تسليه؟ وانا بتهيألي انه هو بتسلى عليكي، طالما بتقولي ماني قادر اسيبه معناته بيتسلى عليك هذا الشخص، اي وحيتسلى عليك كثير. اللي بتقولي اخوها بيدخن عمره 29 سنه وما يدرس وما هذا، يعني اولا يعني يمكن مسكين سبحان الله العظيم الدعاء له بالهدايه. بعض الاحيان اي شخص ما يحب النصيحه المباشره له، انصحك انك اعطي له اشرطه مثلا حق طارق السويدان، حق عمر خالد، اللي فيها اشياء خفيفه كده تحببه في النفس، مثلا السيرة النبوية، الأخلاق، هذه الأشياء. ولا تقولوا له سيب ده وأعمل ده، الأشخاص بعض الأشخاص ما يحبوا التوجيه المباشر. نعم. طيب أعطي له هي بس خذ أسمعها وانت ماشي في الطريق. جميل. طيب فتسمعها وممكن إيش يغير منك، يغير منه أشياء كثيرة. النصيحة المباشرة ما يحبوها أبدا أبدا. طيب إحنا راح نخرج برضو لو تسمحون مستمعين الكرام لفاصل قصير ونرجع طبعا في آخر ربع ساعة من البرنامج، فخلوكم معنا إن شاء الله. الآن تقدر تسمعنا في كل مكان على موقعنا www.alif-fm.com. مستمعينا الكرام رجعنا لكم وباقي لنا من الوقت قليل صراحه، راح نعطيكم ارقام التواصل على اساس انكم ممكن يعني ترسلونا الان ونقرا رسائلكم او نستقبل اتصالكم على الرقم 0261611100 وعلى الخط الساخن 7005799 على STC. ارقام الاس ام اس على STC 8477700 او موبايلي 640660 وزين 746262. ناخذ استاذ اعتدال اتصال من الاتصالات. الو مرحبا. الو اي نعم تفضل يا ابني. اهلا وسهلا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هلا فؤاد الاهدال معك، حياك الله، اهلا وسهلا. جمعتك مباركه علينا عليك ان شاء الله. الله يسلمك ويبارك فيك. تحيه كبيره للاخت، انا بسني يمكن عمري 45 سنه. الله يحفظك ما شاء الله. للاخت الاستاذه الكبيره اعتدال ادريس. الله يكرمك يا رب ان شاء الله. ذكر انا استفدت من الاستاذه اعتدال كثير، كان عندي حاجه كذا وما اتصلت بها ولا مره، اتصلت بها او مرتين. ايوه واستفدت كثير وجزاك الله خير. وياكم ان شاء الله. ذكر وبرنامج جمعه في جمعه اجمل برنامج. الله يكرمك. احنا جدا مبسوطين انك والاخ عادل برباع. نعم اخونا عبد الزمين. نعم. الله يكرمك. الله يكرمك. والاستاذه امينه العبد الله. نعم. جزاك الله. البارحه انا زعلتني رحت في برنامج اظن مع عادل. ليش؟ قال لي هو تقول شعليلها ولعها مع رمشه. لا لا ما يصلحش ان تكون في برنامج مع قمه الدكاتره واكبر المستشارين. هي ساعة وساعة يا استاذ. ساعة وساعة. الله يحفظك وشكرا على اتصالك وان شاء الله مستمع دائم. انا عملت سويت ناس عندي اعمل لكم عزومه. ازيك ورده ولا زي ما قالت الدكتوره واحد يقدم هديه لما شفته ولا كذا انه احبي كل شيء. بعزمكم عزومه ان شاء الله في البحر الاحمر انت وعادل والاستاذه. حياك الله. اعتدال والله. الله يكرمك سيدي. كمان وامينه والاخت بتسمع الدام كلكم الاعلامين حق. شكرا شكرا جزاك الله خير. شكرا الله هذا من كرمك استاذ. خلاص واحد باخذ منك واحد يا الله حييك والله. تفضل معنا وابشر يعني ما عندك مشكله. انتم بعزوم من عندي والله. ابشر سيدي. شكرا جزاك الله. زورنا بس ابو محمد المخلافي. حياك الله ابو محمد. حياك ابو محمد. جزاك الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. الله يسلمك. شكرا لك. حياك الله ابو محمد.
طيب اتصال غير متوقع لكن جزاه الله خير يعني ما قصر الله يكرم جزاه الله خير من كرمه هذا الله يبارك فيه. المتصل آخر ناخذ ألو. أبو محمد المخلافي. السلام عليكم. عليكم السلام. ألو. أيوة وطي صوت الراديو يا ولد الله أرضى عنك. ألو. أيوة معك السلام. ممكن بس تسمعنا من الجوال. أيوة إحنا سامعينك بس تقفل الراديو الله خليك. طيب ألو. أيوة سامعينك انت سامعنا للأسف ما ادري هو ايش اللي مو سامعنا. طيب الو السلام عليكم. الو مرحبا انت على الهواء. طيب ناخذ اتصال ثاني. الو السلام عليكم. الو مرحبا. هلا سارة اكلم الدكتور اعتدال. تفضلي يا ماما انا معاك يا حبيبتي. الاسم كريم. تفضلي. انا زملاتي بالمدرسه كل واحده تحب الاشياء. أيوة. يجون اليوم الثاني يقولي يا مشاهد تكلم حتى ايش في حياتك بسمعك كلام حلو. بس انا خايفة ما عارف. كم عمرك يا بنتي؟ 18. الله يوفقك يا رب ويجزيك كل خير اخسريك منهم. طيب. لا تعيش حياتك تعيش حياتك كده حلو مرة مرة اسعك تكلمي ولا شاب رد عليك ان شاء الله بعد الاتصالات هذا. تفضل. طيب ان شاء الله تعالى ناخذ اتصال ثاني. ألو السلام عليكم. ألو مرحبا. ما هو موجود. ناخذ اتصال. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم أنت على الهواء برنامج جمع الجمعة. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحتي أنا عندي استشارة. تفضل يا حبيبتي. أنا تقدم لخطبتي واحد عايش في المدن وأنا عايشة بالقرية وحبيت أسألك أوافق عليه ولا لا خصوصا أني أنا أحب حياة القرية ما أحب حياة المدن. شكرا. العفو حبيبتي. طيب. طيب يوصلك إن شاء الله رد. ناخذ اتصال ثاني. ألو مرحبا. ألو هلا تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أستاذ اعتدال؟ أهلا وسهلا. كيف حالك يا ابني؟ تفضل. حبينا نشكر لكم في هذا البرنامج وحبيت بس اسمه عندكم نفس البرنامج هذا إعادة ولا كيف؟ هو ينزل على اليوتيوب أخوي. الاسم كريم ما عرفناك. معك محمد صالح. محمد حياك الله محمد. حتلقاه إن شاء الله على اليوتيوب تبحث ألف ألف FM أو تبحث باسم البرنامج جمع الجمعة وتنزل الحلقات هناك إن شاء الله أول بأول. طيب الأسبوع هذا عن إيش البرنامج؟ عن إيش احنا كنا نتكلم عن ماذا يريد المرأة او ماذا تريد المرأة من الرجل وماذا يريد الرجل من المرأة. فان شاء الله تعالى راح يفيدك ان شاء الله تعالى وابد خلدك على تواصل. شكرا لكم على البرنامج. شكرا لك الله محمد. ناخذ هنا بعض الاسمس استاذ اعتدال. من الرسائل اللي وردتنا. السلام عليكم. يقول انا عمري 18 ومرسلة. أنا عمري 18 ومخطوبة وخطيبي عمره 31. هل عمري منافق للزواج؟ تحتاج هذا الجواب. أيضا من الرسائل اللي وردت ياسر يقول أنا تفاجأت بعد الملكة. يقول البنت تقول أنا وافقت عليك عشان أهلي. قلت لها ما أدري أنا أعطيك فرصة تفكري من جديد بس الصراحة أنا خايف أهلها يأثروا عليها وأنا عفتها خلاص وأتمناها ترفض وأرتاح بهذا الأسلوب. طيب. كمان من الرسائل اللي وردت زوجي بده أصحابه وشغله علي وأنا ولده دائما آخر اهتماماته إيش أسوي؟ كم سنة اللي متزوجة أو شيء يعني ما ذكرت يعني بالضبط إيش تفاصيل الموضوع. كمان من الرسائل اللهم صل على محمد. من الرسائل وردت زوجي طبعا هذه قرأناها. إذا كان الزوج لا يحب النقاش أبدا حتى إذا ناقشته يعني في أمور البيت والعيال يرد إما ينكت أو يستهزئ وإذا رفعت صوتي يرد علي بصراخ. متزوجين من 12 سنة بالله عليك كيف أتفاهم معاه؟ هذا استفسارها. طيب أيضا من الرسائل اللي وردت
ما يمدينا نرد على طيب. هذه نرد على هذه نرد على هذه واللي ما قدرنا نرد عليه راح ان شاء الله نكمل الاسبوع الجاي باذن الله. طيب هذه بالنسبه للاتصالات. في امجاد اللي بتقول صاحباتها بيكلموا ويقولوا لها كلمي تعيشي حياتك وتنبسطي. طبعا كلام فاضي انهم يعيشوا وينبسطوا. دول بيشوهوا سمعتهم والسمعة سمعة البنت بالذات إذا انخدشت زي الزجاج ما هتصلح أبدا. خليك أنت كويسة ممتازة رائعة جدا وخليك نظيفة. لو شفت الناس كلهم عند النار وانت قاعدة في الظلة طيب تقولي لا بروح معهم عشان أصير زيهم؟ لا. هذا يعني سبحان الله عظيم من علامات الساعة أنه يصبح المعروف منكرا والمنكر معروف. فأخصريك منهم وخليك كده ممتازة وإياك ثم إياك أنك تخطئي أو أنك أنت إيش تبدأ تدخل في ده المجال وتجرح سمعتك. هذه بنتنا اللي تقول تقدم لخطوبتها رجل من المدن هي تعيش في القرية وهي تحب حياة القرية. والله يا بنتي إذا الرجل كويس وطيب وبن حلال وتعليمه كويس وأشياء طيبة وفي تحس إنه توافق بين تفكيرك وتفكيره في توافق بينكم. إذا مثلا هو يعني دارس معاه يعني معاه جامعة وأنت مثلا قريبة من الثانوي أو معاك في الجامعة فتوكل على الله وافقي. والله يسعدك يا رب. تحاولي يعني الرجل الطيب لما تلاقيه إن شاء الله عايش في المريخ روح عيشي معه. لا تقول حب حياة القرية ولا حياة المدينة. لكن برضو أنت شوفي إذا كان المستوى كبير بينك وبينه في التعليم في المستوى هذا فاستخيري ربنا وشوفي أنت إيش اللي يريحك أنك أنت تسويه. بالنسبة لبنت أنا عمرها 18 سنة ومخطوبة لواحد عمره 31 سنة يعني الفرق 13 سنة. أينو. والله قلت كان خطبتي خلاص يعني لو جيت قلت لي قبل ما تخطبي كان أقول لك فيمكن يكون ابن طيب ابن حلال وطيب ليكي. الله يسعدك ووفقك واستخير ربنا. هو صح العمر كبير فرق كبير بينك وبينه وهو اعتمد يعني كيف حيقدر يتعامل معاك هل حيوافق يعني هل حيتوفق انه مثلا مهما كان 18 سنة مهما كان حتى لو كانت عاقلة او شيء بس تصرفاتها مثلا طفولية يعني تبى تلعب تجري تمرح ما انا عارفة ايه فيمكن هو يكون من النوع اللي بيقدر ده الشيء. استخيري ربنا واكثرنا الاستخارة واذا انسان طيب الله يختلك ما في الخير ووفقك. هذا يقول انه فوجئ بعد الملك انه وافقت عليه علشان اهلها ويعني انا مستغرب يعني ايش عشان اهلها يعني اهلها ضغطوا عليها فانت تأكد منها. اذا والله اهلها ضغطوا عليها طيب وقالت الكلام ده من جد وحسيت انه مو هي الانسانة اللي تبغاه كارهتك مرة فيا دار ما دخلك شر قبل ما تروحوا تتزوجوا وتتوكسوا ببزورة وبعد كده تيجي تقول لي هذا. لكن اذا والله حسيت انه فيها امل ممكن تتغير ممكن تحبك بعد كده ممكن تغير شخصيتها ممكن تغير هذا فاستمر. لكن اذا حاسس انه البنت كارهتك مرة فافضل لك من البداية بدل ما تدخلوا وتصيروا في معمعة زواج وما انا عارف ايه فالله يختلك ما في الخير. هنا اللي بتقول زوجها يبدي اصحابه وشغله عليها وعلى اولادها. اولا انت ما قلت لنا زوجك يشتغل ايش يعني لما الواحده تقول لي بدي شغله طب ما راح يصرف عليك على بيتك كيف هذه طيب. بعدين انا ما اعرف ايش طبيعه شغله ما وضحتي لنا لما تقولي بدي شغله واصحابه يمكن في يعني كم سنه ليك تزوجتي انا ما اعرف انت اولادك في اشياء تربطك بالبيت تربطه بالبيت. هل هو في فتره السن يعني اللي هو فتره الفتور دائما تأتي بين 30 و40 للرجال فترة فتور طبعا مو كل السنين كلها 10 سنين دي مصيبة لو صار 10 سنين كلها لكن أقصد تجي له فترة إنه يبدأ يمل من البيت يبغى يرجع لأصحابه بيرجع لحياة الخالية من المسؤولية. فما توضحت هذه الأمور كلها بس شوف إيش السبب إنه ما يبغى بيت ليش. وبعدين أنا فهمت منك أنت ما سمعت منه هو قد إحنا بعض الأحيان النساء نبالغ نبغى اهتمامات متزايدة نبغى خرجنا فأنتي وازني بيني وبينك يا بنتي في أمور أجتبي فيها في حوار في مناقشات أبدأ أشوفي أنت إيش في عيوب عندك علشان ممكن تكون اللي خلته. وقد يكون الرجل لو أنا سمعت من الرجل حيقول لا والله بوديهم وبأجيبهم بس هي تبغى زيادة. أنا ما أقدر أحكم على واحد طرف فأنا بقول لك ما أعرف شغله ما أعرف إيش الحياة ما أعرف إيش التفاصيل فأبحثي أنت عنها خليك انت يعني انا ابغى مش انا اللي حاعطيكم الحل السحري. طيب كل انسان حيكون بعض الاحيان هي ادرب حياتها وادرب هذا فابدا ابحثي شوف ايش الاسباب اللي مخليته انه زي ما انت بتقولي ده الكلام وقد تكون انت بتطالبي باشياء زياده فشوفي خليكي منطقيه ومحايده.
إذا كان هنا بتقول لي هذه اللي بعدها الرسالة متزوجة والزوج ما يحب النقاش، من يوم ما تتكلم يقوم يستهزئ بيها ويصرخ وما يرد هذا. قد يكون مثلا ما النقاش يحتاج أنك أنت تختاري وقت مناسب للنقاش. طيب ما تجي تناقشي مثلا هو دوبه جاي من الشغل تعبان، ما هو فاصل أصلا مو في المود إنه 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 هو بده يجي هذا، أو يكون قاعد يتفرج على تلفزيون ولا على كورة تجي تتناقش معه، طبعا ولا حيرد عليك ولا شيء. أو قد يكون الوسيلة اللي أنت قلتي له فيها ما هي مناسبة. طيب عشان كده تراكمات صارت مرة على مرة، حيقول لك أنت ما تعرف تختار الوقت المناسب، ما تعرف تقولي لي متى هذا. قد يكون عصبي، خليني أقول معاك أنت الصح، نفترض طيب. قد يكون عصبي، قد يكون ما يتناقش معاك مزبوط، إلا ما تكون في وسيلة للوصول لقلب الرجل هذا وللكلام معه. ما في رجال، ترى أنا بقول لكم ما في رجال في الدنيا طيب ما تستطيع أن تصل لي، بس دور المفتاح. صحيح. كل باب ولي مفتاح، دوري للمفتاح اللي ممكن تدخل فيه لقلب هذا الرجل ولعقله، اختار الوقت المناسب. وياريت تبحثي في الانترنت عن اختيار أفضل الأوقات المناسبة للمناقشة مع الرجل، ابحثي عنها وقد تجيك أسئلة وقد تجيك إجابات أو اقتراحات أنت ممكن تشتغل فيها وتسويها. نعم، جزاك الله خير أستاذ اعتدال الإدريس، أستاذ الثقافة الإسلامية بكلية دار الحكمة بجدة. إذا كان عندك من المستمعين الكرام ممكن نتعود أنه يسمع منك كلمة أخيرة أو شيء. في دعاء سبحان الله العظيم دائما هو منتشر بكثرة بس رائع جدا جدا ومرة يعجبني. طبعا هذا قصة الدعاء إيش؟ أنه كان رجل، حتى في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم، أنه كان رجل في فلا في صحراء وجاء واحد قاطع طريق شو اسمه هذا، يعني هجم عليه بده يقتله، فقام قال له ترى يعني أنا أبغى أدعي الدعاء بصلي. فدعا في الدعاء رائع جدا: يا ودود يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا مبدئ يا معيد، يا فعال لما تريد، أسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك وبقدرتك التي قدرت بها على كل شيء، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني. آمين. هذا الدعاء جميل جدا ورائع جدا. طبعا الحديث يقال يعني فيه انه في من فضائل الاعمال انه ربنا ارسل ملك له من السماء الرابعة فقتل قاطع الطريق ونجى الرجل. فهذا الدعاء يعني حتى تقدر تدخل عليه في الانترنت، تقدر تلاقيه في اي كتيب من كتيب الادعية: يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، حتلاقوه. ومن الاسماء التي تتودد بها الله سبحانه وتعالى يا ودود، فهو يتودد إليك وتتودد إليه ويتودد إليك وتتودد إليه سبحانه وتعالى. وجزاكم الله خير، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. آمين. ولا تنسوا قراءة سورة الكهف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أشكرك سادة الدال، أشكر مستمعينا الكرام. مستمعينا الكرام، نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم، ماذا يريد الرجل من المرأة وماذا تريد المرأة من الرجل. الحلقة إن شاء الله راح ترفع على اليوتيوب إن شاء الله لاحقا اليوم أو غدا إن شاء الله تعالى. إلى هنا أقول لكم إلى اللقاء، وألتقي معكم في فقرة قطفة وحكمة، فخلوكم معنا. حكمة. يا رسول الله، يا حبيب الله. قطفتنا لهذا اليوم هي رسالة أمل إلى من ابتلاه الله سبحانه بالمرض فأعياه وانصرف عنه محبوه وضاقت عليه الأرض بما رحبت. تذكرة بسيطة أقول لك فيها أخي المعافى: لا تحزن. في المرض فوائد كبيرة، فحينما ابتليت فقد اخترت من الله سبحانه وتعالى وأنت في رحمته وذنوبك مغفورة مكفرة.
من فوائد المرض أنه يهذب النفس ويصفيها من الشر الذي فيها. فالله يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ومن فوائده أن ما يعقبه من اللذة والمسرة في الآخرة هو أضعاف ما يحصل له من المرض. فمرارة الدنيا هي حلاوة الآخرة والعكس بالعكس. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. من ابتلاه الله بالمرض فإنه في مقربة وفي مكانة خاصة من المنان الرحيم سبحانه وتعالى دونه عن الأصحاء. فيقول الله سبحانه وتعالى ابن آدم عبدي فلان مرض فلم تعده أما لو عدته لوجدتني عنده. كما أن الدعاء مستجاب. وأنت أخي الكريم حالك حال الحديث القدسي أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي فلا تحزن أبشر بخير فالله قريب منك وأنت على خير وعافية. كفجر الصباح إذا يرسم. نترككم مع ما تبقى من النشيد. كنت معكم فؤاد الأهدل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.